السلام عليكم يا شباب. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض المحاضرة الأخيرة في الإلكتريستي. زي ما أنتم عارفين إن الكورس بتاعنا إلكتريستي أند ماجنتيزم، اللي هي الكهربية والمغناطيسية. فالنهاردة إن شاء الله هتبقى هي المحاضرة الأخيرة في الكهربية. طبعا في البداية حبيت بس أقول بعض الملاحظات. طبعا أنا سعيد طبعا إن في بعض الناس بتتواصل معانا من خلال المحاضرات اليومية اللي احنا بنقدمها للرد على الأسئلة بتاعتكم. طبعا المفروض ان احنا اعلنا عنها من فترة، ويكون معظم الناس عارفة ان احنا عندنا في جدول للحصص اللي هي التفاعلية دي، اللي بتبقى بحضور الطلاب واللي بتبقى يومية كل يوم الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس. فالخمس ايام دي في كل يوم في دكتور من الدكاترة الستاف بتاع الفيزيكس اللي كان بيدرس في بداية الترم معانا، فكل يوم موجودين. تقدر انك تنضم للمايكروسوفت تيم اللي هي التيم اللي الخاص بالكورس، وتقدر تحضر في المواعيد اللي هي معلنة. طبعا ممكن تكون عرفت عنها من خلال الجروب بتاع الفيسبوك، او طبعا زي ما شفنا ان هي نازلة اعلانات بالمحاضرات دي على ال ام اس، فياريت الناس تتفاعل معانا اكتر. طبعا في عدد بيحضر وفي عدد متواجد، وان كان احنا نفسنا ان العدد يبقى اكبر بحيث ان يبقى فيه اسئلة اكبر ونقدر نفيد اكبر عدد من الطلاب. دي اول ملاحظة. تاني ملاحظة عندي ان بالنسبة للطلاب اللي هي ما بتحضرش، هي ممكن انها تتابع المحاضرة بعد كده، لان احنا بتنزل اوتوماتيك على المايكروسوفت ستريم، وبحط لكم اللينك بتاعها على ال ام اس. يبقى انت لو دخلت على ال ام اس بتاع المقرر هتلاقي عندنا فيه اتنين فولدرز. فولدرز مكتوب فيه اللي هي فيديو ليكتشرز، اللي هي المحاضرات الفيديو اللي احنا بنسجلها، ودي ما بيكونش فيه فرصة للطلاب انها تتواجد وانها تسأل في المحاضرة مباشرة. وفي فولدر تاني اسمه اونلاين فيديو ليكتشرز او اونلاين سيشنز. الاونلاين ديت هي دي اللي بيبقى متاح فيها ان الطلبة تكون حاضرة معانا وان هي تسأل. فبمجرد ان الحصة بتخلص بتتسجل اوتوماتيك وبتترفع على المايكروسوفت ستريم، وانا باخد اللينك احطه لكم على ال ام اس. يبقى بالتالي اللي فاتته اي سيشن من دولت، اي محاضرة مسائل من دولت، ممكن ان هو يرجع يتابعها تاني ويتفرج عليها، وبالتالي يعرف الايه الملخص او يعرف الحاجات اللي هي اتشرحت في الايه المحاضرة ديت. واعتقد ان هي بتبقى مفيدة للطلاب اللي بتحضر، لان هم بيقدروا ان هم يتواصلوا مع الدكتور ويسألوه مباشرة في المسائل اللي هم عايزين يسألوه فيها. فبالتالي انت لو في اسئلة عايز تسأل فيها عندك طريقتين. اول طريقة بيبقى في دوكيومنت فايل. الفايل ده احنا حاطين برضو اللينك بتاعه، تقدر تدخل وتحط السؤال بتاعك تكتبه، ولو في صورة انت مثلا السؤال بتاعك جايبه على شكل صورة ممكن تحطه للمحاضر بحيث ان هو يقدر يشوف السؤال ده ويجاوب لك عليه اثناء المحاضرة. وممكن ان انت اصلا اونلاين في نفس الاونلاين سيشن ديت تسأل السؤال بتاعك، وبالتالي هيجاوبك الدكتور او الدكتورة الموجودة في الايه الحصة ديت. احنا كل يوم في دكتور مختلف. فدكتور مثلا انا المحاضرة بتاعتي هتبقى يوم الثلاث، دكتورة منى صباغ يوم الاربع، دكتور محمد البنا يوم الخميس، دكتوره داليا يوم الاثنين، وفي كمان الاستاذ دكتور خالد كيره بيبقى ميعاد المحاضره بتاعته بتبقى يوم الايه الحد الساعه 10 ان شاء الله. فبالتالي احنا موجودين معاكم، واحنا بنحاول ان احنا يعني ايه نساعدكم باكبر قدر ممكن. دي الملاحظه الثانيه. طبعا هنا بيبقى جميل برضو ان احنا يوصل لنا فيدباك اللي هو المردود بتاع الشغل بتاعنا وبتاع المحاضرات وبتاع الحاجات اللي موجودة. فاحنا ان شاء الله بناخد الفيدباك ده وبنشتغل عليه ونحاول ان احنا نحسن في الشغل بتاعنا كل مرة. طبعا هنا برضو دي في برضو ملحوظة تانية. في بعض الناس ممكن تكون بتذاكر من ورق قديم، بتذاكر من حاجات قديمة، فياريت ان احنا نلتزم بالمحتوى اللي موجود ايه الموجود عندنا في المحاضرات. فالمحاضرات دي موجودة بحيث ان هي بتبقى للطلاب بتوع البرامج التخصصية وطلاب كمان البرامج البينية. فبالتالي احنا الاتنين مشتركين في نفس الكورس بتاعنا، واحنا الاتنين بندرس نفس الكونتنس نفس المحتوى، فبالتالي احنا مطالبين بنفس الايه الحاجات اللي موجودة ديت. لو في حاجة كانت موجودة السنة اللي فاتت وما شرحتش السنة دي، فده يعتبر تخفيف بالنسبة لكم، ويعتبر كمان ان احنا بنلتزم بيه اللي احنا بنشرحه بس.
تمام. فيا ريت ان احنا زي ما بقول كده ان احنا نلتزم بالحاجات اللي هي ايه موجوده والكونتنتس اللي هي موجوده عندنا، تمام. طيب هنحاول اكتر زي ما قلت في الاوقات اللي جايه ان احنا نشرح مسائل اكتر بحيث ان هي تبقى الامور بالنسبه لكم واضحه. طيب برضو حاجة تانية من الملاحظات اللي أنا حبيت إن أنا أتكلم فيها في بداية المحاضرة، الموضوع الخاص بالأسايمنتس. إحنا طبعا هنا بنعمل على كل محاضرة أو على كل شابتر من الشابترز اللي إحنا بناخدها بنعمل أسايمنت. الأسايمنت ده يعني بيبقى فايدته أكبر إن أنت تراجع على المعلومات اللي أنت أخدتها، تحاول تجرب كده مع نفسك وتشوف هل أنا فهمت كويس، هل أنا أقدر أجاوب كويس ولا لأ. طبعا عملية إن نلاقي ناس ممكن تكون إن هي بتنقل الاساينمنت، بتحاول انها تستسهل تعدي الوقت، فطبعا ده برضو بيبقى كده مش ده اللي مطلوب من الاساينمنت. الاساينمنت ان انت تستفيد، مش موضوع بس درجات. زي ما قلنا احنا هنساعدكم على قد ما نقدر في موضوع الدرجات، بس عايزين الناس تستفيد من المقرر بتاعنا والكورس بتاعنا. انت مثلا جيت لقيت نفسك في نقطة معينة مش عارفها في الاساينمنت، فمفيش اي مشكلة انك تسأل فيها، مش هيحصل اي مشكلة لو سألت فيها دكتور، سألت فيها معيد، سألت فيها طالب زميلك، ما احنا مش معترضين. انما اللي بيحصل ان الناس بتنقل وتروح مقدمة مثلا نفس الحل، يبقى كده انت ما استفدتش اي حاجة، وبالتالي ما تحققش الهدف من من الاساينمنت او الحاجة اللي مطلوبة منك. في ناس بتقول عندنا في مشكلة في الانترنت، زي ما احنا اتفقنا وزي ما اعلنت الكلية ان لو في عندك اي عذر خاص بطريقة التواصل عن طريق الانترنت او عن طريق اي مشكلة عندك في ان انت ترفع الاساينمنت بتاعك، مفيش عندنا اي مشكلة ان احنا ناخد منك الاجابة بتاعتك في النهاية او ساعة الامتحان زي ما قالوا بعد 30 مايو. بس طبعا ده مش هيبقى متاح لكل الناس، ده متاح بس اللي عندهم مشكلة ويقدر ان هو يثبت المشكلة بتاعته ديت. فبالتالي احنا بنحب بس ايه ننوه عن النقطة ديت، تمام. طيب نبدأ في المحاضرة بتاعتنا، وإن شاء الله تبقى محاضرة بسيطة، وممكن تلاقي إن أنت عندك معلومات كبيرة أخدتها من الثانوية العامة، ولو أنت ما مش فاكر المعلومات دي هتشوف الإيه اللي إحنا طالبينه منك بالظبط، وإيه المطلوب إن إحنا نعرفه من كونسبتس أو مفاهيم في موضوع الإلكتريك كارنت والريزيستنس. إيه حكاية بقى الإلكتريك كارنت والتيار الكهربي؟ ده اللي إحنا عايزين إيه نتعرف عليه دلوقتي. لو جينا كده في الاول عايزين نشوف ايه الكونتنس او المحاضره بتاعتنا هتمشي ازاي. في البدايه هيبقى في المحاضره بتاعتنا في مقدمه عن الموضوع، نبتدي بعد كده نتكلم يعني ايه الكتريك كارنت والتعريف بتاعه، نعرف حاجه اسمها ريزيستنس ونشوف ايه حكايه قانون اوم ده، وقانون اوم ده هنستخدمه ازاي، نتكلم على الريزيستنس وهل هي بتتاثر مع ارتفاع درجه الحراره ولا لا. بعد كده هناخد حاجه ظريفه انت شفت تجربه عليها اللي هي الار سي سيركت، اللي هي الدوائر اللي بيبقى فيها ريزيستنس ار وفيها كاباستنس، وبالتالي كده هنرجع نفتكر الكاباستور اللي احنا درسناه في الشابتر اللي فات ونشوف ايه الخصائص بتاعته ونشوف مع بعض هنستخدمه ازاي وايه الدوائر دي وايه تطبيقاتها اللي احنا ممكن نتعامل معاها. طيب لو جينا نشوف دلوقتي مع بعض هنلاقي ان احنا بنتكلم على حاجه اسمها دايركت كارنت، يبقى دي اول حاجه واللي بنعرف ان ساعات بنختصرها كده ونقول دي سي. دي سي يعني ايه؟ يعني تيار مستمر او دايركت كارنت، وده اللي هو بيبقى التيار ده له اتجاه ثابت ما بيغيرش الاتجاه بتاعه، والقيمه بتاعته كمان ممكن انها تكون ايه؟ انها تكون ثابته. طيب في البدايه كده عايزين نعرف ايه حكايه الالكتريك كارنت وايه التعريف بتاعه. لو جيتوا بصيتوا على الشابترز اللي فاتت والمحاضرات اللي فاتت هتلاقوا ان احنا كنا بنتعامل مع حاجه اسمها الكتروستاتيك. الكتروستاتيك يعني ايه؟ يعني معناها شحنات ساكنه. يبقى كده كان بيبقى عندي شحنه ساكنه، والشحنه الساكنه دي عامله حواليها الكتريك فيلد خاص بيها. فكنا بنحسب الالكتريك فيلد انتنستي اللي هي الاي، كنا بنحسب الالكتريك بوتنشال اللي هي الفي، نشوف لو دخلت شحنه غريبه جوه الالكتريك فيلد ده هيتاثر ازاي، وهتتاثر ازاي الشحنه دي، وهتشيل بوتنشال انرجي عامله ازاي. كل الكلام ده كان على حاجات زي ما قلنا الكتروستاتيك، انما ما كانش في حاجه بتتحرك، بمعنى ان الشحنات ما كانتش بتتحرك، ودي الشحنات اللي كانت عامله الفيلد. طيب احنا المحاضره دي هندرس ايه بقى؟ احنا هندرس دلوقتي هنا شحنات في حاله حركه، يبقى زي ما انت شايف كده بنقول دلوقتي مع بعض ان احنا بندرس شحنات في حاله ايه؟ electric charge in motion، يبقى في هنا في ايه؟ في حركه.
طيب لما تبقى الشحنة بتتحرك، ايه اللي بيسبب الحركة بتاعتها دي؟ هنشوفها دلوقتي مع بعض وهنعرف يعني ايه اللي بيسببها. بس احنا دلوقتي هنا في البداية، شحنة بتتحرك تعمل ايه؟ تعمل ما يسمى بقى بالالكتريك ايه؟ الالكتريك كارنت. يبقى تيار كهربي يعني معناها شحنة بتتحرك. It is a flow of charge through some region in a space. يبقى كده ده التعريف بتاع ايه؟ بتاع التيار الكهربي. ايه التعريف بتاعه؟ ان انا عندي شحنات بتتحرك في منطقة. ما دام في شحنة بتتحرك تعمل ايه؟ ما يسمى بالتيار الكهربي. يبقى كده عندنا هنا شحنات بتتحرك هتعمل لي تيار. طب حلو، يتقاس بايه بقى؟ يبقى هنا احنا في المحاضرة دي هنبتدي نتكلم يتقاس ازاي التيار ده، ايه الديفينيشن بتاعه، نعرف حاجة اسمها الكرنت دنسيتي كثافة التيار، نعرف يعني ايه تيار، ونبتدي نخش بقى جوه حاجة اسمها مايكروسكوبيك ديسكريبشن اوف الكرنت، يعني نبتدي نخش جوه المادة ونشوف بقى الالكترونات بتتحرك ازاي، ونعرف ايه الفاكتورز اللي بتأثر على الايه، على التيار ده، ونشوف تعريف الريزيستنس. كل الكلام ده هتبقى موجودة معانا في المحاضرة بتاعت الايه، بتاعت النهاردة. في البداية زي ما احنا شايفين كده، لو حبينا نتعرف الأول على الديفينيشن بتاع الالكتريك كرنت، فاحنا بنقول كده ان الكرنت ده هو عبارة عن فلو اوف تشارجز. يبقى بالتالي انا لو عندي كمية شحنات، الشحنات اللي موجودة عندي ديت وليكن دلوقتي هنا قيمتها دلتا كيو، يبقى انا عندي هنا دلتا كيو. طبعا زي ما قلنا كده الدلتا لما نعملها بشكل المثلث ده يعني معناها دي كمية فاينايت، يعني كمية مش صغيرة، كمية كبيرة شوية، مش كبيرة قوي بس بقول ان في كمية مقاسة للتشارج ديت. لو الاماونت اوف تشارج ديت بتعدي من خلال مساحة زي ما انت شايف كده، المساحة دي ايه؟ تمام. في تايم قد ايه بقى الشحنه دي اللي هتعدي من المساحه ديت؟ هتعدي في المساحه ديت في زمن مقداره دلتا تي. فهم بيعرفوا عندنا حاجه اسمها الافريج كارنت. الافريج كارنت ده بيقيسوا الكارنت ده بحاجه اسمها اي دي اسمها الالكتريك كارنت انتنستي او شده التيار الكهربي. شده التيار الكهربي دي يا ترى بتتقاس ازاي؟ قال لك ان احنا بنقسم الدلتا كيو على مين؟ على الدلتا تي. يبقى انا لو قسمت الدلتا كيو الشحنه اللي عدت اللي هي طبعا بتتقاس بوحده الكولوم على الزمن اللي خدته في انها تعدي من المساحه ديت، يبقى بالتالي هنا انا بجيب كده ايه؟ بجيب كده الاي. يبقى الاي ديت تشارج مقسومه على تايم، يبقى كده تشارج مقسومه على تايم، كولوم على سكند، واللي طبعا احنا عارفين الوحده بتاعتها بتتقاس بوحده اسمها الامبير. امبير ديت ده يعني اسم عالم، فبالتالي هنا يعني دي تقديرا للعالم ده بيسموا الوحده باسمه. يبقى الامبير ده الوحده قياس شدة التيار واللي بتساوي كيو على ايه؟ كيو على تي. طبعا ملاحظين في الرسمة بتاعتنا ان احنا شايفين الشحنات عاملينها بتعدي من الاريا مالها عمودية عليها. يبقى كده بنقول دلوقتي هنا ان الكرنت ده تعريفه هو عبارة عن التشارج ذات باسز ثرو اريا ايه بير يونت تايم. يبقى طريقتنا في التعريف دايما نقول هي اللي فوق لما يكون اللي تحت بكام؟ بواحد. يبقى اي بتساوي كيو لما تكون التي بكام؟ التي بواحد. طيب يبقى هنا ده لما يكون عندي هنا في كميه معينه من ايه؟ من الشحنه، والشحنه دي بتعدي في تايم. طب لو الشحنه دي صغيره، لو الشحنه دي صغيره، شفتوا بقى هنا حطينا ايه؟ حطينا حرف دلوقتي ايه؟ دي عباره عن ايه؟ دي سمول ديت يعني معناها ديفرنشال اماونت، كميه صغيره من الشحنه. فبالتالي هنا لما يكون الكرنت ده فاريبل، يعني ايه كرنت فاريبل؟ يعني واحد يقول لي يعني دلتا كيو اللي بتعدي دي مش ثابته شوية، دلتا كيو اللي عدت في زمن معين وليكن واحد ثانية كان رقم كبير 10 كولوم مثلا، يبقى 10 على واحد ثانية يبقى الأمبير ب10، يبقى الأي ب10. طب هنا ممكن يبقى الدي كيو ديت أو الدلتا كيو بخمسة بس كولوم، يبقى خمسة على واحد ثانية يبقى معناها إن الأي بقى بخمسة أمبير، يبقى الأي بيتغير. وعشان كده ابتدوا يعرفوا ايه بقى؟ يعرفوا حاجه اسمها انستانتينيوس ايه كارنت. يعني ايه انستانتينيوس بالعربي؟ يعني هنا تيار لحظي. يبقى في لحظه معينه انا عايز اعرف التيار بكام. يبقى بالتالي هنا بيعمل ايه بقى في اللحظه دي؟ بياخد كميه صغيره من الشحنه على تايم صغير جدا، يقسم دلتا كيو على دلتا تي يديني ايه؟ يديني التيار اي. يبقى كده احنا عندنا ده بنقول كده ان ده ديفينيشن للاي، فالاي هي تشارج على تايم. التشارج لو هي صغيره يبقى تايم صغير، ويبقى اي بتساوي دلتا كيو على ايه؟ على دلتا تي. طبعا احنا هنا ممكن الفكره دي كده نعمل بيها ايه؟ نعمل بيها مساله. نعمل ازاي مساله؟ وهتلاقوا عندكم فكره دي موجوده في الشيت، ان هو يديني ان الكرنت اللي بيعدي من خلال الكوندكتور ده فانكشن في التايم يعني فاريبل، ويقول لك ايه بقى؟ ويقول لك انا عايز التشارج
اللي عدت من خلال الكوندكتور ده في تايم انترفال معين، يعني يقول لك مثلا من تي بتساوي 0 لغايه تي بتساوي وليكن 5 ثواني. طب انا عندي الاي بيتغير، طب اضرب في انهي اي؟ يبقى واحد هيقول لي دلوقتي يبقى كده دلتا كيو من القانون اهو، شايفين القانون اللي عندنا ده؟ دلتا كيو تساوي ايه؟ بتساوي اي في دلتا تي. طيب دلتا كيو بتساوي اي في دلتا تي، طب الاي عندي فانكشن في التايم، هكتبها، يبقى كده معناها ان الدلتا كيو هتبقى فانكشن فين؟ في التايم، ويبقى ده التايم او الشحنه اللي عدت في تايم صغير قوي دلتا تي. لا ده انا عايز بقى اجيب الشحنه الكليه اللي عدت في تايم انترفال من 0 لغايه مثلا 5 ثواني. يبقى بالتالي اعمل ايه؟ اجمع الشحنات ديت، اجمع، يبقى بالتالي كده المساله قلبت على مساله ايه بقى؟ مساله انتجريشن. يبقى بالتالي نقدر نقول لو عايزين نجيب مثلا الكيو، يبقى بالتالي هنا هتبقى الكيو عندك هتساوي ايه؟ هتساوي على طول كده تقدر تقول انها هتساوي انتجريشن لمين بقى؟ للاي مضروبه في مين؟ في الدي تي. يبقى لو ضربت اي في دي تي اروح جاي عامل بقى الانتجريشن ده من التايم اللي هو ايه؟ اللي هو عايزه، من تي 1 لتي 2 او من 0 لايه؟ من 0 لتي. تمام؟ يبقى القانون ده هو تعريفنا للاي الانستانتينيوس كارنت، وبالتالي هنا انا اقدر اجيب منه كيو لو عندي الاي كفانكشن في الايه؟ في التايم. تمام؟ يبقى دي كده فكره مساله ممكن تيجي لك في الايه؟ في الشيت، وتقدر تحلها بطريقه سهله. طيب يبقى عرفنا هنا ان انا عندي في تيار، والتيار احنا بنتكلم في التعريف ايه؟ التعريف بتاعه. واحد يقول لي طيب احنا هنا دلوقتي يا ترى احنا هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على كوندكتورز. طب الكوندكتورز دلوقتي بتتكون من ايه؟ كلنا نعرف ان الكوندكتورز بتتكون من بوزيتيف ايونز، بتتكون من اتومز، والاتومز عباره عن بوزيتيف ايونز وحواليها الكترونات. طب الالكترونات ديت بقى احنا عارفين الالكترونات بتبقى مشدوده ومربوطه مع النيوكلس، هل دي اللي هتساهم في الالكتريك كارنت؟ لا مش دي اللي بتساهم في الالكتريك كارنت. امال مين اللي بيساهم في الالكتريك كارنت؟ اللي احنا بنسميها الفري الكترونز. طب ايه الفري الكترونز دي؟ دي الالكترونات اللي بيبقى سهل بالنسبه لها انها تسيب الاتوم بتاعتها وتهرب منها وتتحرك. طب الالكترونات دي هتسيب البوزيتيف ايون او تسيب الذره بتاعتها ازاي؟ عن طريق انها تكتسب انرجي، تكتسب انرجي تخليها تتغلب على قوه الربط اللي بتشد بيها النواه الموجبه الكترون ده، ولما يقدر يتغلب على طاقه الربط ديت هيبقى كده معناها فري الكترون يتحرر من الذره دي ويتنقل لمكان تاني. يبقى احنا هنا ايه اللي بينقل التيار ده او بيعمل الكتريك كارنت؟ حاجه اسمها ايه؟ الموبايل تشارجز او الشحنات المتحركه. الشحنات المتحركه الشحنات ديت هنا هل بتبقى موجب ولا سالب؟ احنا عرفنا ان في الكوندكتورز بتبقى عباره عن الكترونات، والالكترونات اللي احنا عارفين الشحنه بتاعتها بتبقى شحنه ايه؟ شحنه سالبه. هتقولي طيب احنا بقى ممكن يكون الناس عارفه المعلومه دي او جديده بالنسبه لها، احنا بنتعامل مع اتجاه التيار ازاي؟ اتجاه التيار بيبقى اتجاه كده، بناخد قاعده بنقول ان احنا عندنا في حاجه اسمها conventional current او التيار اصطلاحي. اتجاه التيار بيبقى مع اتجاه الشحنات الموجبه. طب انا دلوقتي لو عندي شحنه موجبه، عارفين احنا ان اتجاه حركه الشحنات الموجبه بيبقى اتجاه عكس اتجاه حركه الشحنات الايه؟ السالبه. تقول لي ازاي؟ اقول لك دلوقتي لو انا عندي شحنه متعرضه لالكتريك فيلد، لما عندي شحنه تكون شحنه موجبه ومتعرضه لالكتريك فيلد، اتجاه القوه هيبقى في اي اتجاه؟ هيبقى في اتجاه الالكتريك فيلد. يبقى اف بتساوي كيو في اي، يبقى كده معناها ان الاف هتبقى في اتجاه الاي لما يكون عندي شحنه موجبه. طب لو الشحنه دي سالبه يبقى اتجاه الفورس عكس اتجاه المجال الكهربي، وساعتها الشحنه تتحرك عكس اتجاه المجال. يبقى كده معناها ان احنا عندنا الشحنات السالبه هتبقى عكس اتجاه الاي. يبقى الشحنات السالبه هي دي اللي عامله التيار، بس كاتجاه بيبقى اتجاهها عكس اتجاه الاي، لان احنا خدنا اتجاهنا اتجاه اصطلاحي بنقول كده ان اتجاه الاي هيبقى مع اتجاه الحركات حركه الشحنات الموجبه. تمام كده؟ يبقى بالتالي هنا احنا ده اتجاه الايه؟ التيار بتاعنا. ممكن يكون في عندكم يعني بعض الطلاب يعرفوا ان احنا الكلام ده بالنسبه للكوندكتور، لان في ماتيريالز ثانيه وفي مواد ثانيه ممكن يكونوا سمعتوا عنها اسمها سيمي كوندكتورز. في السيمي كوندكتورز او اشباه الموصلات بيبقى عندي في نوعين من انواع الكاريرز او في نوعين من انواع الشحنات اللي هي متحركه. بيبقى في بوزيتيف تشارج ودي اسمها هولز او الفجوات، وفي نيجاتيف تشارج ودي اسمها الالكترونات، ودي اللي هي بتبقى ايه؟ الشحنات السالبه. يبقى انا عندي في سالب وفي موجب. يبقى كده لو في الكتريك فيلد اثر على الموبايل كاريرز دول او الشحنات ديت، الالكتريك فيلد ده هيأثر على الشحنات الموجبه ويحركها في اتجاهه،
والشحنات السالبه عكس اتجاهه، يبقى بالتالي لو انا عندي اتجاه للتيار هيبقى اتجاه التيار هيبقى مع نفس اتجاه حركه الشحنات الموجبه واللي هي الهولز، والالكترونز فين؟ عكس اتجاه الايه؟ الاي. يبقى السالب الكترونز تتحرك عكس اتجاه الايه؟ الاي. تمام كده؟ انما احنا هنا في حاله ان انا دلوقتي بتعامل مع كوندكتورز بس، بتكلم على ميتالز، يبقى انا كده الشحنات اللي هتتحرك واللي هتعمل لي تيار هي مين؟ هي الفري الكترونز. تمام كده؟ طيب يبقى زي ما قلنا هنا وبنعيد تاني ان الوحده بتاعتنا بتاعت قياس الايه؟ شده التيار بيسموها ايه؟ بيسموها الامبير. وطبعا هنا حركه الالكترونات بتبقى، خلوا بالكم، حركه يعني مش كل الالكترونات ماشيه زي بعض، فانت عندك هنا الشحنات او اللي هي عامله لي التيار بتبقى في اتجاهات ايه بقى؟ في اتجاهات مختلفه. فدايما كده نتعامل مع ايه بقى؟ نتعامل مع عمليه افريج او متوسط لسرعه الشحنات الايه الموجوده عشان نبتدي نعرف التيار يتقاس ازاي. تمام؟ طيب احنا دلوقتي هنا عرفنا ان في حاجه اسمها اي، وعرفنا تعريف الاي، وعرفنا هنا ان التيار هو عباره عن فلو اوف ايه؟ اوف تشارج. عايزين نعمل ايه بقى دلوقتي هنا؟ عايزين دلوقتي هنا نبتدي نخش جوه ايه بقى؟ جوه الكوندكتور كده ونشوف حاجه اسمها مايكروسكوبيك موديل اوف الكرنت. عايزين نعرف بيحصل ازاي ده. احنا لسه قايلين ان الالكترونات هتتحرك، طب هتتحرك ازاي؟ لو جينا نبص دلوقتي هنا وابتدينا نتكلم على كوندكتور، الكوندكتور ده مش حاطين عليه الكتريك فيلد. احنا قلنا طبعا اللي بيحرك الشحنات هو وجود الكتريك فيلد. طب والالكتريك فيلد يجي ازاي؟ لو انا جبت الكوندكتور واثرت عليه بحاجه اسمها بوتنشال ديفرنس، يمكن كنا اتكلمنا قبل كده على حكايه ايه حكايه البوتنشال ديفرنس ده، ان انت لو عندك في نقطتين في بينهم فرق في الجهد الكهربي، فبالتالي هنا التشارجز دايما بتتحرك من البوتنشال العالي للبوتنشال الاقل. طبعا انا بتكلم على الشحنات الموجبه. فبالتالي هنا لما يبقى عندك في فرق في البوتنشال ما بين نقطتين وفي شحنه فري ممكن تتحرك بين النقطتين دولت، يبقى ساعتها بنشوف الالكتريك فيلد اتجاهه فين، واتجاه الالكتريك فيلد من الجهد العالي للجهد الاقل، وبالتالي الشحنه الموجبه تتحرك في اتجاه الالكتريك فيلد. واحد يقول لي طب انا لو عندي كوندكتور والكوندكتور ده بنقول ان هو معزول وما فيش بوتنشال ديفرنس من خلاله، يعني احنا مش حاطين عليه فرق جهد، احنا هنا فرق جهد بكام؟ بزيرو. هل في حركه الكترونات ولا لا؟ بص هنلاقي ان في حركه الكترونات. تقول لي طب وجت منين الحركه دي اصلا؟ هقول لك لو انا عندي الكوندكتور ده متاثر بدرجه حراره الغرفه العاديه هيكتسب طاقه ولا لا؟ هيكتسب طاقه. هتقول لي الطاقه دي جايه منين؟ طاقه بنسميها كده ايه؟ بنسميها ثيرمال انرجي، طاقه حراريه. الطاقه الحراريه دي ويمكن شفتوها او سمعتوا عن القانون بتاعها بتساوي 3 على 2 كي في تي. كي بقى هنا ثابت معين اسمه ثابت بولتزمان، وتي دي درجة الحرارة، درجة حرارة بس بنسميها ايه؟ ديجري كلفن، يعني بدرجة مطلقة. وبيبقى ساعتها كده القانون ده يحسب لك الطاقة اللي هتاخدها الالكترونات. يبقى الله، طب الطاقة دي بقى هل هي كافية ان الالكترون يسيب الذرة بتاعته يتحرك؟ ايوه كافية انه يسيب الالكترون الذرة بتاعته يتحرك. تقولي بس يبقى كده في تيار، الالكترون ساب الايه؟ ساب الذرة بتاعته واتحرك يعمل تيار. اقول لك لا استناني، ما بيعملش تيار. تقول لي ازاي؟ هقول لك دلوقتي هو تيار يعني معناها ايه؟ معناها ان الالكترون يسيب مكانه ويروح مكان تاني خالص بعيد، يتحرك ويروح مكان تاني بعيد. انما لو جينا نبص بقى، شايفين الرسمه دي؟ الرسمه دي بتوريك ايه اللي هيحصل الالكترون لما يكتسب الطاقه ويتحرك جوه الماده. شايفين ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي يتحرك، فلما يتحرك في اتجاه معين كده يوم يجي هنا يحصل له ايه؟ يحصل كوليجن، تصادم. يصطدم بمين؟ يصطدم بذره او يصطدم بايون تاني موجود هنا. طيب هو لما يصطدم بالذره دي او بيصطدم بالبوزيتيف ايون يحصل ايه؟ يبتدي هنا ان هو يحصل ان هو من التصادم ده يغير الدايركشن بتاعه، يبتدي يغير الدايركشن بتاعه. اهو شفتوا كده؟ فغير اتجاهه. طب غير اتجاهه، ولما غير اتجاهه هنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل كمان ان ممكن تكون سرعته كمان اتغيرت. يجي هنا يخبط في مين؟ يخبط في ذره ثانيه، يقوم يغير اتجاهه. طب حلو، غير اتجاهه اهو، هل هو مشي نفس المسافه؟ لا، ما مشيش نفس المسافه. طب جه هنا خبط فين؟ خبط في ذره ثانيه هنا، في ايون ثاني هنا، يقوم يغير الدايركشن بتاعه، مشي كده. طب وبعدين خبط هنا، فبيتحرك حركه بنطلق عليها اسم راندوم موشن او حركه عشوائيه، يعني حتى احنا بنقول اهوت ان الحركه بتاعته العشوائيه دي مالها تشبه حركه الجزيئات بتاعه الغاز، المولكيولز، جاز مولكيولز، جزيئات الغاز. فالحركه العشوائيه دي تخليه بقى يفضل يخبط هنا ويخبط هنا ويخبط هنا، وعمال كمان ما بين كل تصادم والتاني بيتحرك مسافات مختلفه. فمتوسط المسافات دي ساعات بيطلقوا عليها المين فري باث، اللي هي متوسط المسافه الحره.
تمام؟ حتى الزمن اللي بياخده من تصادم للتاني برضه مختلف. طب وفي الاخر خالص الالكترون ده هيحصل له ايه؟ هيروح فين؟ هيرجع تاني كمحصله، يرجع في مكانه. طالما رجع في مكانه يبقى اون ذا افريج كده، هل في تيار تم؟ هل في انتقال تم الالكترون في الاخر؟ لا. وبالتالي كده بنقول دلوقتي الالكترون ده بيتحرك بسرعه اسمها الثيرمال فيلوستي، والسرعه الحراريه دي جايه من اكتسابه طاقه حراريه نتيجه وجوده في درجه حراره الغرفه العاديه، وساعتها هنا بنلاقي ان هو ما بتدينيش كارنت. يبقى كده الثيرمال فيلوستي دي ما بتعملش تيار، ما بتعملش تيار. عشان يبقى في تيار يبقى لازم يبقى في بوتنشال ديفرنس، واحنا بنقول اهو في الحاله الاولانيه ديت مفيش عندي بوتنشال ديفرنس. البوتنشال ديفرنس هنا بكام؟ بزيرو، تمام كده؟ يبقى بالتالي هنا مفيش اي تيار، ومش ده اللي هيعمل لي تيار، تمام؟ حصل ايه؟ حصل تصادمات ما بين الالكترون مع البوزيتيف ايونز. طبعا هنا التصادمات دي بينتج عنها ايه؟ ان في طاقه بتتنقل من مين بقى؟ من الالكترون ده للاتومز اللي موجوده عندنا، تمام كده؟ طيب يبقى احنا هنا بقى اللي يهمنا مين لما نحط بقى البوتنشال ديفرنس. شوف بقى هنا في الباراجراف ده بنقول فيه اهو لما يبقى في بوتنشال ديفرنس ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في الكتريك فيلد. طيب والالكتريك فيلد ده هيأثر على مين؟ هيأثر على الالكترونات. يقوم يعمل ايه الالكتريك فيلد؟ الالكتريك فيلد اكزيرتس، اكزيرتس يعني ينشئ ايه؟ الكتريك فورس. الالكتريك فورس دي تأثر على مين؟ على الالكترونات، تعمل ايه؟ تعمل الكتريك كارنت. تعال نبص كده على الرسمه لما نحط الفيلد. حطينا الالكتريك فيلد، شايفين بقى الالكتريك فيلد؟ اهو ادي الالكتريك فيلد اهو، تمام كده؟ طيب فين الالكترون بتاعنا؟ ادي الالكترون بتاعنا اهو. حصل له الكترون؟ طبعا عارفين الالكتريك فيلد اتجاهه من البوتنشال العالي للبوتنشال الاقل، يبقى اتجاه الالكتريك فيلد اهوت من الناحيه دي. وطبعا هنا لو انا عامل مثلا تو بليتس او حاطط هنا طرفين، طرف الالكتريك فيلد دايما بيبقى باتجاه الموجب لاتجاه السالب، يبقى كده الالكترون السالب هيتشد ناحيه الايه؟ الطرف الموجب في البوتنشال. طيب الالكترون بتاعي معاه طاقه، هيمشي، حلو قوي. هيخبط ولا مش هيخبط؟ ما هو هيخبط، اصل خلي بالك الالكترون ده بيتحرك جوه الكوندكتور، الكوندكتور ده بيبقى عباره عن شبكه كبيره من الذرات، فبالتالي احتماليه ان هو يخبط موجوده. وكمان الاتومز دي اللي موجوده جوه الكوندكتور ده مش ثابته، ده الاتومز دي بتعمل فايبريشنال موشن، حركه اهتزازيه. يبقى الالكترون وهو ماشي بيلاقي قدامه حاجات عماله تهتز، فهيخبط فيها ولا مش هيخبط؟ هيخبط. يوم يحصل ايه؟ يحصل كوليجن. يبقى كده هيحصل كوليجن، تمام كده؟ حلو، خبط. طيب غير اتجاهه ولا ما غيرش؟ غير اتجاهه، بس يجي يغير اتجاهه يلاقي الالكتريك فيلد ده موجود يعمل عليه فورس. اتجاه الفورس فين بقى؟ ده اتجاه الفورس عكس اتجاه الالكتريك فيلد. هتقولي ليه عكس الالكتريك فيلد؟ عشان اقول لك بسبب ان الشحنه اللي متاثره هنا بالمجال هي شحنه سالبه، لما تكون شحنه سالبه فبالتالي الفورس بتبقى عكس الاي. طب حلو قوي، شفت بقى الالكترون لما خبط فيه الذره اللي موجوده جوه الكوندكتور غير اتجاهه، وجود الفورس خلاه ايه بقى؟ خلاه يتزحزح وينجرف في اتجاه الفورس ديت. حلو، جه خبط في ذره ثانيه، حصل له ايه؟ غير اتجاهه. طيب لما غير اتجاهه في المسار ده حصل ايه دلوقتي؟ الفورس خليته ايه؟ يتزحزح وينجرف في الاتجاه ده، تمام كده؟ الله، ده هو دلوقتي هو بيغير مكانه بقى ولا مش بيغير مكانه؟ بيغير مكانه. بيحصل برضو تصادمات ولا مش بيحصل تصادمات؟ بيحصل تصادمات، بس زي ما انت شايف كده تصادم تاني غير اتجاهه، جه هنا غير اتجاهه، وهكذا. في النهايه خالص تواجد فين الالكترون؟ في النهايه وصل لنهايه الكوندكتور، وصل الناحيه الثانيه من الكوندكتور. حصل له ايه بقى؟ اتحرك في الدايركشن ده كده بسرعه، بنطلق عليها ايه بقى؟ اسم الكلمه دي كلمه دريفت فيلوستي. يبقى بالتالي خلي بالك بقى من المصطلح ده، المصطلح ده اسمه ايه؟ دريفت. دريفت بالعربي يعني سرعه انجرافيه. يبقى كده الالكترون اتحرك. يبقى السرعه الانجرافيه ديت جت بسبب وجود مين؟ الالكتريك فورس. والالكتريك فورس جت بسبب مين؟ الالكتريك فيلد. وطبعا الالكتريك فيلد اللي سببه هو البوتنشال ايه؟ البوتنشال ديفرنس. يبقى كده بالرغم من عمليه التصادمات اللي احنا بنقول عليها، الا ان الالكترون بيتحرك من خلال الكوندكتور في اتجاه عكس اتجاه الالكتريك فيلد. طبعا هنا ده بيتحرك بسرعه اسمها ايه بقى؟ اسمها
الدريفت فيلوسيتي، تمام؟ وزي ما قلنا ان التصادمات دي هتنقل بعض الطاقه من طاقه الالكترون للايونز اللي موجوده، وده بيخلي الالكترونز او الاتومز دي تكتسب طاقه وبتبقى على شكل زياده في طاقه حركه الكوندكتور، فتلاقوا كده ان في انرجي لوس من خلال الكوندكتور ده على شكل حراره. يبقى بالتالي لما التيار بيعدي من خلال الكوندكتور وحركه الالكترونات دي اللي هي بتعمل لي تيار، التيار ده بيقابل مقاومه، المقاومه دي جايه نتيجه الكوليجنز اللي بتحصل بين الالكترون والاتومز، الكوليجنز دي بتعمل ريزيستنس لمرور التيار، والريزيستنس دي بتضيع طاقه على شكل ايه بقى؟ ان فورم اوف ايه؟ اوف هيت. وده طبعا هنشوف في الايه النقط اللي جايه. يبقى اتمنى تكونوا فاهمين ان الالكترون دلوقتي عشان يتحرك بالدريفت فيلوسيتي دي ويعمل لي التيار يبقى لازم يكون في الكتريك فيلد. يبقى كده كل ما الالكتريك فيلد يزيد متوقعين ان معناه ان الدريفت فيلوسيتي ايه؟ هتزيد. يبقى الالكتريك فيلد يزيد، الاف تزيد تزود الايه الدريفت فيلوسيتي. يبقى الدريفت فيلوسيتي تزيد يبقى متوقعين الالكترونات تتحرك اسرع. اسرع يعني معناها تاخد تايم ايه؟ تايم اقل. طب ده ياثر على التيار ازاي؟ ياثر على الاي ازاي؟ هتلاقي ان الاي كان بيبقى كيو على تي، يبقى تي تحت، يبقى التايم لما يقل ساعتها التيار يزيد. يبقى كده احنا متوقعين قبل ما نخش في اي معادلات ان التيار هيتناسب عكسيا مع التايم، يبقى يتناسب طرديا مع السرعه، والسرعه دي ليها علاقه بالمجال، يبقى بالتالي التيار ده هيتناسب طرديا مع الايه؟ مع المجال الكهربي. يبقى كل ما يزود المجال الكهربي كل ما يزيد شده التيار الايه؟ الكهربي. طيب عظيم قوي. نتنقل للنقطه اللي جايه، عايزين بقى نحول الكلام ده لمعادله. يا ترى التيار الكهربي بيتناسب مع المجال ازاي؟ يعني انا عايز اربط الاي مع مين؟ مع الاي، مع الالكتريك فيلد انتنستي اللي اصلا هي سبب حركه الالكترونات بالسرعه اللي احنا قلنا عليها اسم ايه؟ اسم دريفت فيلوسيتي، تمام؟ طيب هنا حاطين بقى قانون، وبوريك القانون ده جه ازاي في خطوات بسيطه. انا لو عندي كوندكتور اهوت، ده الكوندكتور اللي احنا شايفينه في الرسمه، بنقول دلوقتي ان الكوندكتور ده مساحه مقطعه ايه؟ ادي اهيت، مدي لك شويه سيمبلز كده، بقول لك ان الكروس سكشن اريا بتاعت الكوندكتور ايه؟ واللي الشحنات هتعدي عموديه عليها. وبنقول دلوقتي ان احنا في تايم صغير دلتا تي الشحنه هتقطع مسافه، المسافه دي عارفين نقدر نجيبها عن طريق ان انا اضرب السرعه في الزمن. فانا هنا ضربت السرعه في الزمن، عرفت المسافه اللي مشيتها الشحنه واللي انا مسميها هنا ايه؟ دلتا ايه؟ دلتا اكس. يبقى كده الشحنات دي عدت من خلال الكوندكتور ده في الفوليوم اللي قدامنا اللي احنا شايفينه. طبعا هنا لو انا عايز اجيب الفوليوم اللي هو بلونه بالرمادي بالجري ده، اقدر اضرب الاريا في الطول. لو ضربنا كروس سكشن اريا في اللينس او في دلتا اكس، اعرف دلوقتي الايه؟ الفوليوم. يبقى انا واخد فوليوم، الفوليوم ده طوله دلتا اكس، وبالتالي يبقى الحجم بتاعنا ايه؟ في دلتا اكس. طيب الفوليوم ده فيه شحنات ولا ما فيش؟ ايوه فيه شحنات. طيب الشحنات دي احنا هنا دايما بيبقى فيه بارامتر معين كده بنهتم ان احنا نعرفه. ايه هو؟ اللي هو حاجه اسمها الكونسنتريشن اوف الفري الكترونز او اوف الايه؟ الكارير. كونسنتريشن يعني ايه؟ يعني تركيز بالعربي. التركيز هو ايه بقى؟ التركيز ده بنديه رمز هنا ان التركيز ده هو عباره عن عدد الشحنات لكل وحده حجوم. عدد الشحنات بير يونت فوليوم، يبقى عدد الشحنات في وحده الحجوم اللي هي المتر كيوب. يبقى كده احنا عرفنا الرموز اللي كتبناها، عرفنا هي ايه هي ايه مساحه المقطع بتاعت الكوندكتور، دلتا اكس المسافه اللي هتمشيها الكوندكتورز في زمن دلتا تي، واللي بتساوي السرعه اللي هي الانجرافيه الفي دي مضروبه في دلتا تي، مضروبه دلوقتي هنا كده. لو ضربت انا دلوقتي الاريا في الدلتا اكس دي هعرف الحجم، الحجم ده مليان شحنات، الشحنات دي عددها لكل وحده حجوم مقداره ايه؟ مقداره ان، تمام؟ طيب انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الاي وعلاقتها بالاي في الاخر، عايز اجيب الاي كعلاقه في الالكتريك فيلد انتنستي. طب هعمل ايه؟ هجيب التعريف من الاي، الاي كان عباره عن كيو على تي. طب انا دلوقتي التايم اللي هتعدي فيه الشحنات مقداره قد ايه؟ التايم ده دلتا تي. طيب الشحنه اقدر اجيبها؟ اقدر اجيب الشحنه. الشحنه دلوقتي الواحده مقدارها قد ايه؟ كيو، بس انا ما عنديش شحنه واحده، انا عندي عدد من الشحنات. اجيب العدد ده ازاي؟ اضرب كثافه العدد اللي هي عدد الشحنات في وحده الحجوم في الحجم. ما انا عندي الان ده عدد على حجم، اضربه في حجم يديني العدد اللي موجود في الحجم ده. يبقى انا هضرب ان في ايه؟ في دلتا اكس، اعرف عدد الشحنات اللي موجوده في الحجم اللي هو الرمادي ده. عدد الشحنات اضربه في شحنه الواحد، يبقى انا كده عرفت الشحنه الكليه اللي بتمر في خلال تايم دلتا تي. يبقى كده دلتا كيو هتساوي ان
في ايه؟ في دلتا اكس في كيو. يبقى انا لازم اكون عارف ايه السيمبولز دي كلها وعارف كل حاجه من دولت. هتقول لي طيب حلو كده جبت ايه انت؟ جبت الشحنه اللي موجوده. طيب انا ممكن اشيل كمان دلتا اكس واحطها ايه؟ احطها في دي في دلتا تي. حلو، هشيل برضو نفس الكلام ده واعمل دلوقتي الكلام ده واعوض واجيب دلتا كيو. شوف بقى دلوقتي هنا دلتا كيو بقت ايه؟ بقت ان في ايه؟ في في دي في كيو في دلتا تي. خلاص كده؟ عايز اجيب الاي، يبقى هشيل الدلتا كيو واحطها في كل اللي فوق ده، يبقى ان ده كثافة الايه؟ الشحنات الحرة الكارير اللي عندي، فبالتالي كثافة اللي هي عدد على متر كيوب. الاي مساحة المقطع بتاعت الكوندكتور، الفي دي اللي هي الدريفت فيلوستي، الكيو اللي هي الايه؟ الشحنة، طبعا دي اللي هي الكترونيك تشارج او الشحنة بتاعتنا. تمام كده؟ وبالتالي انا جبت كده الاي، طبعا واضح ان دلتا تي لما انا قسمت دلتا كيو على دلتا تي، دلتا كيو ايه؟ طارت. يبقى كده ان في ايه في في دي في كيو. جينا هنا كده جبنا ايه؟ جبنا التيار اللي عندي. زي ما قلت لك هتقولي طب بس انت قلت لي من شويه ان انا عايز اجيب التيار كعلاقه في الالكتريك فيلد انتنستي، احنا ما جبناش الكلام ده دلوقتي. هقول لك حالا هنشوف دلوقتي ازاي ندخل فيها الفيلد انتنستي. بنيجي هنا برضو من الحاجات اللي احنا بنعرفها وبتطلب مننا في الشغل بتاعنا، حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها الكرنت دينستي. ايه الكرنت دينستي دي بقى؟ الكرنت دينستي دي بيدوها الرمز جي. يبقى انا عندي في حاجه هنا اسمها جي. جي دي بقى دي الكرنت دينستي. ايه التعريف بتاعها؟ انها اي مقسومه على الاريا. يبقى لو انا قسمت التيار على مساحه المقطع بتاعت الكوندكتور هجيب هنا حاجه اسمها الكرنت دينستي. وخلي بالك بقى ان الكرنت دينستي دي كميه ايه؟ كميه تبقى فيكتور، يعني ليها اتجاه، واتجاهها زي ما احنا هنشوف دلوقتي ان بيبقى اتجاهها في نفس اتجاه التيار في نفس اتجاه المجال الكهربي. يبقى اذا الجي بتبقى في اتجاه الايه؟ في اتجاه الالكتريك فيلد، لان احنا بنتعامل مع شحنات زي ما قلنا شحنات ايه؟ اتجاهنا الشحنات بتاعتنا او التيار بيبقى اتجاهه اتجاه اصطلاحي مع الشحنات الموجبه. تمام؟ طيب الاي انا لسه جايب لها قانون ان في كيو في في دي في ايه، لما اقسم على الايه كمان هتطير. يبقى كده بقى عندنا دلوقتي هنا في حاجه اسمها كثافه التيار. كثافه التيار دي الاي على مساحه المقطع، وبالتالي هنا يبقى الوحده بتاعه الجي ديت بتساوي ايه؟ بتساوي امبير على المتر المربع. طبعا عرفنا الاي بالامبير والاريا بالمتر سكوير، يبقى كده هتبقى امبير على المتر ايه؟ على المتر المربع. وزي ما احنا شايفين هنا لو انا قسمت على الايه؟ القانون بتاعنا بتاع الاي اللي لسه جايبينه في السلايد اللي فاتت، هيبقى الايه تطير ويفضل عندك ان في كيو في ايه؟ في في دريفت. يبقى كده ده اللي هو الايه؟ الجي او كثافه ايه؟ التيار الموجود ايه؟ الموجود عندي. تمام يا شباب؟ يبقى هنا ده بالنسبه لايه؟ للجي. نيجي بقى واحد يقول لي طب وهتدخل بقى فيها الالكتريك فيلد ازاي؟ اقول لك هنا احنا زي ما قلنا ان الدريفت فيلوستي بتتناسب مع الالكتريك فيلد انتنستي، يبقى الفي دي تتناسب مع الالكتريك فيلد انتنستي. يقوم يشيلوا علامه التناسب ديت، يشيلوا علامة التناسب ويحطوا ثابت تناسب. ثابت التناسب ده يسموه ميو، يبقى الرمز اللاتيني ده اللي هو الميو. الميو دي اسمها ايه بقى؟ الميو دي اسمها الموبيليتي. يبقى انا عندي كلمة جديدة، حاجة طالعة لي جديد هنا بقى بنتعامل معاها، اسمها التحركية أو الموبيليتي. الموبيليتي دي ثابت خاص بيه الايه؟ بالشحنة اللي عاملة التيار. يبقى أنا عندي هنا في حاجة اسمها الموبيليتي، الموبيليتي دي اللي هي الميو. يبقى الدريفت فيلوستي بتساوي ثابت اسمه الموبيليتي مضروبه في شده المجال الكهربي اللي هي الاي. يبقى زي ما اتفقنا احنا عايزين نجيب علاقه التيار بالالكتريك فيلد اللي احنا جبناه وقلنا اللي انشاه وجود فرق الجهد اللي احنا هنحطه على طرفين الكوندكتور. يبقى ده الكوندكتور بتاعنا، احنا هنحط عليه فرق جهد. تقول لي هتحط عليه فرق جهد ازاي؟ هاجي اقول لك انا هحط هنا مثلا اوصل دي بجهد مثلا وليكن في1، واحط الطرف الثاني عند جهد ثاني اسمه في2، وفي1 ده اكبر من في2، فاذا في فرق في الجهد في دلتا في. دلتا في ده هيعمل مجال، الدلتا في يعمل مجال. المجال طبعا اتجاهه من فين لفين؟ من الجهد العالي للجهد الاقل، فالمجال ده يحرك لي الشحنات في الدايركشن ده، الشحنات الموجبه، الشحنات السالبه عكس اتجاه المجال، وبالتالي تعمل لي ايه؟ تعمل لي تيار. يبقى انا اقدر اشيل بقى الدريفت فيلوستي من القانون بتاع الجي واحطها بايه؟ بميو في اي. حلو قوي. يبقى كده الجي بقت تساوي ايه؟ شوف كده معايا القانون احنا وصلنا له. جي تساوي ان في كيو في ميو في اي. اي رمز نكتبه لازم تبقى عارف ايه الرمز ده. تمام؟ يبقى احنا قلنا ايه هي الان؟ الان دي اللي هي الكونسنتريشن بتاع
الكاريرز او الموبايل تشارجز اللي هي اللي موجوده عندنا، فالان عدد الشحنات لكل وحده ايه حجوم من الكوندكتور. كيو شحنه الايه اللي هي اللي هي الشحنه الواحده، شحن الالكترون مثلا اللي عامل لنا ايه، عامل لنا التيار. الميو دي عباره عن ثابت اسمه ايه، اسمه الالكترون موبيليتي، وايه اللي بيبقى جيفن عندنا. طيب لما نضرب هنا ان ودي ثابت وكيو دي ثابت وميو دي ثابت، اقدر اشيل الثلاث ثوابت دولت واسميهم ثابت جديد بقى، الثابت ده هسميه سيجما. يبقى ايه سيجما دي بقى؟ السيجما دي اسمها الالكتريك كوندكتيفيتي. يبقى احنا نسمع عن الكوندكتيفيتي دي اللي هي اللي بنطلق عليها اسم التوصيليه الكهربيه. يبقى جي بتساوي ايه؟ جي بتساوي سيجما في اي. يبقى احنا هنا ايه بقى القانون اللي طلع لنا ده؟ ايه جي؟ الجي دي كارنت دينستي. كارنت دينستي يعني اي بير متر اي سكوير، امبير بير متر سكوير. مين الاي؟ الاي كابيتال الالكتريك فيلد انتنستي. مين السيجما؟ دي الالكتريك كوندكتيفيتي بتاعت الماتيريال. يبقى خلي بالك بقى ان كل ماده وليها التوصيليه الكهربيه بتاعتها. الالكتريك كوندكتيفيتي اللي هي السيجما دي، يديني كده جدول، والجدول ده كل ماتيريال كل كوندكتور وله السيجما ايه بتاعته. طبعا كل ما السيجما كبرت كل ما المادة دي بقت موصلة جيدة للتيار الكهربي، وكل ما الجي بقت رقم ايه؟ رقم كبير. يبقى جي بتساوي سيجما في مين؟ سيجما في ايه. خلي بالك هنا ان احنا عندنا الالكتريك فيلد ده كمية متجهة، والجي برضو كمية متجهة، واتجاه الجي في نفس اتجاه الاي، لان السيجما عندنا دي بتبقى رقم ايه؟ بتبقى رقم موجب. يبقى احنا عرفنا ان احنا في عندنا هنا قانون هام جدا اسمه ايه؟ جي بتساوي سيجما في ايه. طب واحد يقول لي القانون ده بقى اسمه ايه؟ اقول لك بقى القانون ده اسمه قانون اوم. تقول لي ايه؟ استنى بس، قانون اوم ازاي؟ احنا قانون اوم عارفينه بشكل غير ده. احنا عارفين قانون اوم ان هو في بيساوي اي في ار. اقول لك استنى بقى، لا، قانون اوم الصوره الاساسيه بتاعته هي دي. الله، امال ايه اللي احنا كنا عارفينه قبل كده اللي هو دلتا في او في بيساوي اي في ار؟ اقول لك ده صوره مشتقه من القانون ده. يبقى احنا عندنا قانون اوم الاساسي هو اللي انت شايفه دلوقتي، واللي بيقول لك ان الجي بتساوي سيجما في الالكتريك فيلد انتنستي. الجي بتساوي سيجما في اي. تمام يا شباب؟ يبقى احنا عندنا ده القانون بتاع الالكتريك فيلد انتنستي، هنا الاي وعلاقتها مع التيار الايه؟ الكهربي. كل ما الالكتريك فيلد يزيد الفاليو بتاعته كل ما قيمه التيار تزيد عندنا. وعرفنا هنا ان في عندي كميه اسمها جي، جي سيجما، سيجما دي اللي هي الالكتريك كوندكتيفيتي، واللي زي ما انتم شايفين اقدر اجيب الوحده بتاعتها. تقول لي تجيب الوحده بتاعتها ازاي؟ اقول لك هنا جي امبير على المتر المربع. طيب والاي؟ فولت على متر. يبقى لو جبت الفولت نزلته تحت والمتر هنا طار مع متر مربع، يبقى السيجما وحدتها تبقى ايه بقى؟ تبقى امبير على فولت متر. يبقى دي كده الوحده بتاعت مين؟ بتاعت السيجما اللي موجوده عندنا. تمام يا شباب؟ يبقى بالتالي هنا بقى عندنا قانون، القانون ده اللي احنا بنطلق عليه اسم قانون اوم، جي بتساوي سيجما في اي. وكل رمز من الحاجات اللي موجوده هنا لازم ابقى عارف ايه الرموز دي، وعارف ازاي اجيب وحدتها وازاي احسبها وكل الكلام ده. طيب يبقى هنا القانون ده احنا قلنا هنطلق عليه اسم ايه؟ قانون ايه؟ قانون اوم. يبقى هنا لو عندي كوندكتور، والكوندكتور ده زي ما انت شايف بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان في ريليشن بين الكرنت دينستي اللي هي الجي مع الالكتريك فيلد، وان الريليشن دي علاقه ايه بقى؟ لينير ريليشن. يبقى زي ما انت شايف كده انا بقول دلوقتي هنا الجي بتساوي سيجما في اي، يبقى دي علاقه عامله زي علاقه الخط المستقيم، يبقى كده واي تساوي ام اكس، يبقى دي لينير ايه؟ ريليشن. يبقى بالتالي لو العلاقه بين الجي والاي بتخضع لعلاقه لينير وبتخضع للقانون ده، يقول لك الكوندكتور بقى ساعتها يقول لك ان ده ايه بقى؟ اوميك. يبقى كده لو الماتيريال، الماتيريال دي بيتحقق فيها القانون ده، يقول لك ان هي دي ماده اوميك. فبالتالي هنا طب لو ما تخضعش للقانون ده، هتقولي هو في ماتيريالز ما بتوبي اللي هي القانون ده، يعني doesn't obey. فاقول لك ايوه في بعض الماتيريال، الماتيريالز اللي هي لا تخضع للقانون ده يطلقوا عليه اسم ايه بقى؟ نون اوميك. يبقى انا عندي هنا كده في ماتيريالز احنا طبعا بنهتم مين بي اللي هي بتخضع للقانون ده واللي هي ايه؟ اوميك، وهي دي اللي احنا هنتعامل ايه؟ اللي هنتعامل معاها. تمام كده؟ يبقى بالتالي هنا عرفنا دلوقتي قانون اوم الاساسي ان هو جي بتساوي سيجما في اي. واحد يقول لي طب ازاي بقى احنا نوصله للصوره اللي احنا عارفينها اللي هو في بيساوي اي في ار؟ اقول لك تعالى نشوف. لو انا عندي اهوت، ادي الكوندكتور اهو اللي احنا بنتكلم عليه. الكوندكتور ده طرف منه عنده جهد في اي، والطرف الثاني في بي، وانا عندي دلوقتي في بي اكبر من في اي، يبقى ساعتها هيعدي تيار، هيعدي من الجهد الطرف الجهد العالي للجهد الاقل. ويبقى بالتالي هنا لو انا عندي كوندكتور، الكوندكتور ده طوله L، اقدر اجيب علاقه بين الاي e
والالكتريك فيلد مع البوتنشال ديفرنس، ايوه هقول ان البوتنشال ديفرنس دلتا في، يبقى البوتنشال ديفرنس دلتا في بيساوي ايه البوتنشال ديفرنس ده بقى؟ لو تفتكروا ان انا هنا هعمل فرض ان الالكتريك فيلد ده يونيفورم، وطبعا نرجع بقى للشابتر بتاع الالكتريك بوتنشال، نفتكر مع بعض ان لما يكون الالكتريك فيلد يونيفورم ساعتها بنقول ان دلتا في بتساوي ايه؟ اضرب المجال في الطول. يبقى كده دلتا في هتساوي اي في ال اهو، يبقى زي ما احنا مكتوبه اهوت ان الدلتا في بتساوي اي في ال، يبقى اي ده المجال اللي هو موجود داخل الكوندكتور، ال ده الطول بتاع المسافه اللي موجوده عندنا، دي يبقى كده دلتا في. هتقولي طب حلو، يبقى انا هنا ارجع للقانون بتاعنا جي بتساوي سيجما في اي. عايز اوريك بقى ان انا ممكن اقلب القانون ده لفولت وتيار وريزيستنس ازاي. هشيل دلوقتي ال اي واحطها دلتا في على ايه؟ على ال زي ما انتم شايفين، تمام كده، يبقى دخلت انا فيها الفولت. طيب عظيم قوي. طب ودخل التيار فين؟ في الجي. اشيل بقى الايه؟ ايه الجي واحطها اي على الايه؟ اهو حلو قوي. يبقى كده هشيل بقى دلوقتي هنا كده واقول دلوقتي دلتا في عباره عن ال على سيجما في جي، اعدت الترتيب بتاعها. اشيل الجي واحطها اي على الايه؟ تبقى بالتالي كده الدلتا في طلعت بتساوي ايه؟ ال على سيجما ايه؟ الله، ال على سيجما ايه دي احنا شفناها قبل كده. ال على سيجما ايه اللي هي ايه بقى؟ اللي هي المقاومه الكهربائيه. يبقى انا عندي هنا في حاجه اسمها الكتريك ريزيستنس، وطبعا زي ما احنا قلنا المفهوم بتاعها ان هي مقاومه للتيار. يبقى المقاومه دي جت منين؟ جت من التصادمات اللي بتحصل ما بين الالكترونز مع البوزيتيف ايونز اللي هي اصلا اوريدي بتعمل فايبريشن موشن. يبقى التصادمات دي بتعوق حركه الالكترونات، تمام كده؟ وبالتالي هنا بتسبب ما يسمى بالريزيستنس. الريزيستنس دي بتخلي ان في طاقه بتضيع وبتتنقل من الالكترونات للايونز دي وبتضيع على شكل ايه؟ على شكل حراره. يبقى الار اللي هي الريزيستنس اللي هي بتساوي دلتا في على اي، وبالتالي من هنا بقى جالك القانون اللي انت عارفه بقى ان الدلتا في بتساوي اي في ار، ده القانون بتاع الدوائر الكهربيه. الار اللي هي المقاومه الكهربيه واللي بتساوي ال على سيجما في اي. وطبعا هنا نعرف ان واحد على سيجما بتساوي حاجه اسمها رو. طب يا ترى ايه هي الرو دي بقى؟ الرو دي اللي اسمها الكتريك ريزيستيفيتي، الكتريك ريزيستيفيتي، ودي اللي هي ليها رمز رو. يبقى كده زي ما انت تعرف من الثانويه العامه ان انا عندي ار بتساوي رو في ال على ايه، او بتساوي ال على سيجما في ايه. يبقى ده قانون للمقاومه الكهربائيه، تمام كده. يبقى بالتالي هنا عرفت ان القانون بتاعنا ده يقدر يتغير شكله ويتحط بدل ما هو جي بتساوي سيجما في اي، ممكن يبقى عندنا القانون بتاعنا يبقى دلتا في بتساوي اي في ايه؟ اي في ار، بس ده طبعا قانون مشتق من القانون الاساسي اللي هو جي بتساوي سيجما في ايه. وعرفنا ان الكوانتيتي اللي هي واحد على سيجما اللي اسمها ايه بقى؟ اسمها الريزستيفيتي بتاعت الايه؟ الماتيريال، واللي كل ماده ليها الريزستيفيتي ايه؟ الخاصه بيها، تمام كده. يبقى بالتالي هنا ممكن هو يدي لك دلوقتي بالنسبه لك طبعا هنا الريزيستنس عارفين انها بتتقاس بوحده اسمها الايه؟ الاوم. يبقى الريزيستنس هي الايه؟ الاوم، واللي منها ممكن ان احنا نستنتج وحده للكوندكتيفيتي، ممكن نستنتج وحده للريزيستيفيتي، ويبقى هنا السيجما بقى لها وحده جديده، ويبقى هنا دي الايه؟ دي الوحده بتاعتها، تمام كده. يبقى بالتالي هنا لو انا عندي الار بتساوي رو في ال على ايه، ممكن اقول دلوقتي ان الرو بتساوي ار في ايه على ال، يعني اوم في متر مربع على متر، يعني اوم في متر. يبقى كده الرو وحدتها تبقى اوم في ايه؟ اوم في متر، تمام. طب والكوندكتيفيتي واحد على ايه؟ واحد على اوم في متر، فاذا هنا دي تبقى ايه؟ الوحده بتاعتها. طيب يبقى زي ما قلت لكم كده ان انا عندي ان الماتيريال بيبقى ليها قيمه معينه للريزستيفيتي او قيمه معينه للكوندكتيفيتي، يبقى كل ماده ليها الماده ليها الرو بتاعتها او السيجما بتاعتها. الار بقى لا، دي الار بقى بتعتمد على ايه؟ الار بتعتمد على الدايمنشنز بتاعه الايه؟ بتاعه الكوندكتور بتاعي، يعني بتعتمد على مساحه المقطع، بتعتمد على الطول بتاعه، لان ار بتساوي رو في ال على ايه؟ زي ما احنا ايه بنقول، تمام كده. طبعا هنا بنتنقل بقى نقطه ثانيه مهمه، والنقطه دي اللي عليها تجربه موجوده عندنا في الايه؟ في المعمل، اللي هي ايه بقى؟ هل الريزيستنس بتاعه الماتيريال تتغير مع درجه الحراره ولا ما تتغيرش؟ وجدنا انها بتتغير مع درجه الحراره. يبقى كده هنا في قانون زي ما احنا شايفين كده، قانون بتاع اعتماد الريزيستيفيتي على درجات الحراره. بص كده هتلاقي اهوت في عندي قانون، والقانون ده مهم عندنا، هيبقى عليه مسائل، وبالاضافه طبعا لازم انت تبقى عارفه عشان ده على عليه تجربه موجوده عندنا اللي هي
بنحسب فيها ثابت مهم قوي، والثابت ده اللي هو الايه اللي في القانون ده اللي هو الالفا. الالفا دي اللي هنطلق عليها اسم ايه بقى؟ التمبريتشر كوفيشنت اوف ريزيستيفيتي، او تمبريتشر كوفيشنت اوف ريزيستنس. مبدئيا قبل ما نبتدي نتكلم على القانون ده، يا ترى نتوقع قبل ما احط اي معادلات او اي حاجه، هل دلوقتي لو انا غيرت درجه الحراره بتاعه الريزيستنس تتغير الفاليو بتاعتها ولا لا؟ تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هو انا دلوقتي لما انا ارفع درجه حراره الكوندكتور ايه اللي بيحصل؟ بديله انرجي. طب الذرات اللي موجوده فيه، الاتومز اللي موجوده واللي احنا قلنا قبل كده انها مش في حاله سكون، دي بتعمل فايبريشنال موشن. لما تاخد طاقه حراريه من الحراره اللي انا بسخن بيها الكوندكتور ده يحصل ايه الحركه بتاعتها؟ طبعا انتوا عارفين قبل كده من الكورس اللي فات بتاع الفايبريشن انك كل ما تديها طاقه كل ما الاوسيليتور تدي له انرجي الامبليتيود بتاع الحركه بتاعته يزيد، يبتدي يتحرك لمسافه ابعد. يبقى بالتالي هنا الاتومز دي هتتحرك بشكل اكبر. طب يا ترى ده يزود التصادم ما بين الالكترونات والبوزيتيف اتومز دي ولا لا؟ البوزيتيف ايونز دي ولا لا؟ يزود التصادم. يبقى كده احنا عرفنا ان الريزيستنس بتنتج من التصادم الكوليجنز بين الالكترونز مع البوزيتيف ايونز. يبقى لما سخن الكوندكتور بزود التصادمات ديت، بزود الفايبريشنال موشن. تخيلوا كده الالكترون ماشي وشايف قدامه حاجات عماله تهتز قدامه، فكل ما تهتز بشكل اكبر كل ما احتماليه انه يتصادم معاها هتزيد. زياده التصادمات دي بتزود الريزيستنس، يبقى كده الريزيستنس هتزيد مع زياده درجه الحراره. يبقى كده العلاقه علاقه طرديه، كل ما درجه الحراره تزيد كل ما الريزيستنس هتزيد. تعالوا نتاكد، تعالوا نتاكد دلوقتي. هنا عندنا ادي الرو بتساوي رو نوت في 1 زائد الفا تي ناقص تي نوت. طب ايه الرموز دي بقى؟ ايه هي الحاجات دي؟ كاتبين كل حاجه. يبقى الرو دي ريزيستيفيتي بتاعه الماتيريال عند درجه حراره تي، يبقى تي دي درجه الحراره، الرو دي عباره عن ايه؟ عباره عن الايه؟ الريزيستيفيتي. تمام كده؟ طيب مين بقى رو نود؟ قال لك رو نود دي عباره عن الريزيستيفيتي عند درجه معينه ريفرنس تمبريتشر. الريفرنس تمبريتشر دي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي تي نود. تي نود دي ممكن ناخدها درجه حراره الغرفه، ممكن ناخدها ب 20 درجه سلسيوس. فبالتالي هنا ممكن كمان نريح دماغنا ونحط التي نود دي كمان بكام؟ بزيرو. يبقى دلوقتي هنا ده القانون بتاعنا، يبقى رو دي الريزيستيفيتي، رو نود دي عباره عن الريزيستيفيتي عند درجه حراره تي نود، الرو دي ريزيستيفيتي عند درجه حراره تي. اللهم مين بقى الثابت الفا؟ الثابت الفا ده ثابت مهم. الثابت ده اسمه ايه؟ اسمه التمبريتشر كوفيشنت اوف ايه بقى؟ اوف ريزيستيفيتي. يبقى انا عندي هنا في ثابت، الثابت ده برضو هيبقى عباره عن بارامتر معين بيختلف من ماده للثانيه. يبقى كده انا ممكن اشوف بقى الفا دي، واللي هيبقى عندنا تجربه في المعمل بنحاول ان احنا نجيب الالفا دي لمقاومه معينه. تمام كده؟ فنبتدي ان احنا نغير درجات الحراره بتاعه الكوندكتور ده ونقيسها، وفي كل مره نعرف الريزيستنس بكام، ونرسم العلاقه بين ار وتي، ونقدر نطلع من السلوب بتاعها القيمه بتاعه الايه؟ الالفا اللي هي الثابت اللي موجود ايه عندنا. فطبعا الثابت ده انا ممكن اعرف دلوقتي الوحده بتاعته بكام. تقول لي ازاي؟ اقول لك شايف كده انت في العلاقه، انت عندك هنا الالفا في التي بتتجمع على واحد، الواحد ده دايمنشن ليس يعني ملوش وحده، وما اقدرش انا اجمع ترمين غير لما يبقوا زي بعض. فاذا الواحد ملوش وحده، يبقى الالفا في التي لازم ما يكونش ليها وحده، يبقى الالفا لازم تبقى وحدتها ايه؟ واحد على تي. فاذا هنا واحد على تمبريتشر يعني معناها تبقى سيلزيوس باور ايه؟ باور نيجاتيف 1. يبقى هنا الوحده بتاعه الالفا سيلزيوس باور نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. يبقى كده هنا زي ما انتم شايفين ادي جدول عندنا، الجدول ده فيه كل ماده، مثلا عندي ماتيريال زي السيلفر، ادي السيلفر اهوت، وادي الريزيستيفيتي بتاعته اهي، وادي هنا مين بقى الالفا بتاعته زي ما انتم ايه شايفين اهي. نيجي لماده ثانيه زي الكبر نحاس، ادي الريزيستيفيتي بتاعته اهي، وادي هنا الايه الالفا بتاعته ايه زي ما انتم شايفين اهي. تمام؟ والوحده بتاعت الالفا سيلزيوس باور نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. تمام كده؟ هتقولي طب عظيم. طبعا هنا معلومه اضافيه ليك كده، ان هم بيقسموا الماتيريالز لانواع، بيقسموا المواد عندنا على حسب التوصيل الكهربي بتاعها لمواد يسموها ايه؟ يسموها كوندكتورز، يعني مواد موصله جيده التوصيل. تمام كده؟ وبيقسموها على حسب ايه؟ بيقسموها على حسب الريزيستيفيتي. يبقى كده لو الريزيستيفيتي قيمتها صغيره برينج معين زي ما انتم شايفين اهوت في الرينج بتاع القيم ديت، يبقى ساعتها يبقى الماده دي ماده ايه؟ ماده موصله.
تمام كده؟ طيب كل ما الريزستيفيتي تزيد، كل ما الريزستنس تزيد، لان الار بتساوي روف ال على ايه، ساعتها كده نبتدي بقى نخش على ماتيريالز ثانيه. الماتيريالز دي زي ما انتم شايفين كده هنا يسموها ايه بقى؟ يسموها سيمي كوندكتورز. الله، تقول لي ايه بقى السيمي كوندكتورز دي؟ زي ما انت شايف كده عندك هنا بقى ايه؟ فيها عندك هنا في جرمانيوم، عندك في هنا السيليكون. ملاحظين حاجه غريبه قوي، ايه اللي ملاحظينها هنا؟ اللي ملاحظينه هنا ان الالفا بالايه؟ بالسالب. الله، الفا بالسالب، ده معناه بقى معناه ان الريزيستنس بتقل مع ارتفاع درجه الحراره. الله، ده غير اللي احنا قلنا عليه فين؟ في الكوندكتورز. طب الله، طب ده ليه بقى بيحصل ليه؟ طبعا لو حد فيكم يفتكر، يمكن تكونوا اخدتوا الكلام ده السنه اللي فاتت في الثانويه العامه، ان انا هنا كل ما سخن اللي هو السيمي كوندكتور او المواد اللي هي اشباه الموصلات، فانا بعمل كده ايه بقى؟ بخلي الكترونز اكتر تسيب الذره بتاعتها وتتحرك بعيد عنها وتسيب مكانها حاجه اسمها هول، والهول ده بوزيتيف تشارج، وبالتالي كده انا بزود عدد الكاريرز، عدد اللي هي ايه؟ الكترونات والهولز. يبقى انا كده بزود في الالكترونات والهولز، بزود في الكونسنتريشن بتاع الكاريرز اللي بتعمل التيار، وبالتالي كده التيار بيزيد. فلما التيار يزيد معناها ان الريزيستنس بتايه؟ بتقل. يبقى التسخين يزود لك الشحنات اللي بتعمل ايه؟ اللي بتشيل التيار، اللي هو بنسميها كده الايه؟ الكارير، او الايه؟ الحوامل بتاعه التيار الكهربي. تمام كده؟ يبقى بالتالي هنا التأثير بتاع درجة الحرارة مختلف على حسب نوع الماتيريال. لو الماتيريال كوندكتور، كل ما أرفع درجة الحرارة أزود الكوليجنز بين الإلكترونز والبوزيتيف أيونز، يبقى بالتالي الريزيستنس تزيد. في السيمي كوندكتورز، كل ما أرفع درجة الحرارة أزود عدد الشحنات اللي بتتكون عندنا وبتزود التيار، وبالتالي كده الريزيستنس بتإيه؟ بتقل. تمام؟ طبعا هنا لو جينا بقى وشفنا الرو بارقام كبيره، زي ما انت شايف كده الرو في الارقام الكبيره ديت من اول هنا اهو من عند الجلاس كده، الرو بقت قيمتها او ريزيستيفتي قيم عاليه، وده يخلي لك هنا ان الماده بتاعتك دلوقتي تبقى ايه بقى؟ تبقى انسوليتور. يبقى فوق دول عباره عن كوندكتورز، في النص سيمي كوندكتور، تحت خالص هنا دي المواد اللي هي ايه؟ المواد اللي هي العازله. وبالتالي هنا ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لي طبعا هنا لو انا عندي قانون بتاعي R بتساوي رو في L على A، ممكن يبقى القانون بتاعنا نقدر نكتبه على شكل ان R بتساوي R نود في 1 زائد الفا T. واحد يقول لي طب والT نود؟ اقول له انا حطيتها هنا بكام بقى؟ بزيرو. ويبقى زي ما انت شايف كده احنا عندنا هنا قانون الريزيستنس وتغيرها مع مين؟ مع درجة الايه؟ مع درجة الحرارة. يبقى هنا كده ده القانون اللي موجود ايه عندنا. ساعتها يبقى الR نود عبارة عن ايه بقى؟ تبقى الR نود هي عبارة عن الريزيستنس عن درجة حرارة الايه؟ الزيرو اللي موجود عندنا. تمام كده؟ طيب زي ما انت شايف عندي ادي هنا اهو الرسمه وعلاقه تغير الار مع التي، فهي علاقه لينير اهيت كده مع في حاله الميتال، وفي حاله السيمي كوندكتور بتبقى علاقه ايه بقى؟ عكسيه، يعني معناها كل ما درجه الحراره تزيد كل ما الريزيستنس ايه؟ تقل. تمام؟ يبقى طبعا هنا القانون ده علاقه ايديال، فالعلاقه الايديال انها تكون ستريت لاين، انما هنا في بعض الديفيشن شويه في الحاله الواقعيه. طبعا احنا بنشتغل على الحالات اللي هي الايديال، اللي هي بتبقى العلاقه عباره عن ايه؟ عباره عن ستريت لاين. يبقى ده من القوانين المهمه واللي عليه تجربه موجوده عندنا في المعمل، بنحاول ان احنا نجيب بيها الالفا ونشوف الالفا دي ازاي بقدر اجيبها، عن طريق ان انا اجيب جدول فيه قيم كتير للتي مع الار وارسم العلاقه الار مع التي، فطبعا ساعتها اطلع الالفا من السلوب بتاع الستريت ايه؟ الستريت لاين. تمام؟ وبكده يبقى احنا هنا خلصنا الجزء اللي هو بندرس فيه اعتماد الريزيستنس على درجة الايه؟ درجة الحرارة. دلوقتي هنيجي ندرس مع بعض دايرة مهمة جدا. الدايرة دي هي باسم RC Circuits. RC Circuit ديت ده اختصار لدايرة ايه؟ زي ما احنا شايفين هي عبارة عن دايرة فيها كاباستور، ادي الكاباستور اهوت، وفيها ريزيستور، وادي الريزيستور اهو، فده العلامة بتاعته في التوصيل بتاعت الريزيستنس، وادي الكاباستور، وعندي هنا في سويتش زي ما احنا شايفين. السويتش ده بياخد وضع من اتنين، يا الوضع A يا الوضع B، وعندي هنا في باتري. الباتري زي ما انتم شايفين ده الرمز بتاعها، فالشرطة الطويلة دي اللي هي البوزيتيف بول أو القطب الموجب، والشرطة الصغيرة دي اللي هي القطب الإيه؟ السالب. فإحنا دلوقتي هنا عايزين نعمل إيه بقى؟ عايزين ندرس الدايرة دي، وعايزين نشوف إزاي أقدر أعمل تشارجنج للكاباستور، شحن للمكثف، وإزاي أعمل له ديستشارج أو تفريغ. طبعًا هنا الدايرة دي اللي هي دايرة شحن وتفريغ المكثف اللي موجود عندي اللي هو سي، وهيتم عندي بواسطة السويتش اللي موجود عندي ده.
فاحنا المفروض ان احنا في الجزئيه دي عايزين نعرف يا ترى بيحصل ايه لما انا اوصل الكاباستور مع الباتري. طبعا احنا خدنا الكلام ده في الشابتر اللي فات لما عرفنا ان احنا لما نوصل الباتري الدي سي باتري مع الكاباستور ده، فالبطاريه بتعمل ايه؟ بتحرك شحنات من الكوندكتور بتاعنا ده، بتحرك شحنات من الكوندكتورز بتاعت الكاباستور وتوديها للكوندكتور التاني، وبالتالي هنا بيتراكم على التو بليتس بتوع الكاباستور ده شحنات موجبه وسالبه، وتعمل الكتريك فيلد وتعمل بوتنشال ديفرنس بين طرفين الايه؟ بين طرفين الكاباستور. يبقى احنا هنا لو انتم شايفين اهوت، انا بقول اهو ان انا هقفل السويتش بتاعي ده بقى على الوضع ايه؟ لما انا اقفل السويتش على الوضع ايه؟ انا كده بقى عندي مسار مقفول، عندي دلوقتي هنا الباتري متوصله مع الكاباستور، فزي ما اتفقنا ان الباتري هتسحب الكترونات من الطرف اللي هو متوصل مع البوست فول ده، هتسحب الكترونات كده وتسيب مكانها بوست تشارج، وتودي الالكترونات دي الناحيه الثانيه فتسيب هنا النيجاتيف تشارج اللي هي الايه؟ الالكترونات. طبعا الالكترونات هتمشي في الدايركشن ده، وبالتالي يبقى التيار عكس اتجاه حركه الالكترونات، ويبقى هنا بيمر ايه؟ بيمر تيار. هل في تيار هيعدي في الفراغ او في الداي الكتريك او في الهواء اللي موجود بين اللوحين؟ لا، ده التيار بيعدي فين بقى؟ في السلك ده، والكلام ده بيحصل اثناء الشحن بس، يعني اثناء الشحن هيبقى فيه مرور للتيار. طب هو دلوقتي الشحن ده بيستمر على طول؟ طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا لما بيتكون بوتنشال ديفرنس هنا، فبالتالي هنا لما الالكترونات راحت هنا الناحيه الثانيه، ان البطاريه دي تسحب الالكترونات الثانيه وتوديها، بتلاقي قوه مقاومه. فالبوتنشال ديفرنس اللي هيتكون على طرفين الكاباستور ده بيعاكس الجهد او الشغل بتاع البطاريه، بيعاكس اللي هي الايفكت بتاع الباتري. يعني معناها كده ان عمليه الشحن هتيجي بعد فتره وتقف. تقف امتى بقى؟ لما الجهد الكهربي على طرفين الكاباستور، البوتنشال ديفرنس على طرفين الكاباستور، يتساوى مع البوتنشال ديفرنس بتاع الايه؟ بتاع الباتري. يبقى احنا دلوقتي بنقول ان احنا بنتكلم على عمليه التشارجنج الموجود عندنا هنا. يبقى احنا متوقعين دلوقتي وعارفين ايه اللي بيحصل في البدايه خالص، هل في اي تشارج على الكاباستور؟ لا. يبقى كده لو احنا بنقول عندنا ان احنا بنتكلم على تي بتساوي زيرو، فعايز اعرف ايه اللي بقى عند تي بتساوي زيرو. هقول لك ان كيو اللي على الكاباستور بتساوي كام؟ الكيو اللي على الكاباستور بتساوي زيرو، مفيش شحنه على الكاباستور. طيب هل في في او فرق جهد على الكاباستور؟ اقول لك ان الفولت اللي على الكاباستور بيساوي كام؟ بيساوي زيرو، مفيش اي فرق جهد على الكاباستور. يبقى فرق جهد على الكاباستور انا هسميه في سي. تمام كده؟ طيب يبقى مفيش فولت على الكاباستور. ده كل الكلام ده في انهي لحظه؟ عند تي بتساوي كام؟ عند بتساوي زيرو، اول ما انا قفلت الايه؟ اول ما قفلت السويتش. طبعا طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل بقى مع مرور الوقت؟ هل هيفضل الكلام ده زي ما هو؟ لا. ايه اللي هيحصل دلوقتي هنا لما تي بقى تبقى اكبر من الزيرو؟ يبقى احنا لو جينا بقى في لحظه اللي عدينا بقى لحظه تي بتساوي زيرو دي، يحصل ايه للكيو؟ اللي هيحصل للكيو انها هيحصل لها ايه؟ هتزيد. طب ايه اللي هيحصل للفي سي؟ اللي هيحصل للفي سي انها هتزيد، صح كده؟ طيب هتزيد الكيو لغايه ما توصل لايه؟ لغايه ما توصل لكيو ماكسيموم، وهتزيد الفي سي لغايه ما تساوي ايه؟ ما تساوي البطاريه بتاعتنا. يبقى احنا كده احنا اللي نعرفه ان عند لحظه التي بتزيرو كانت الفي بتساوي زيرو. طيب عند بقى مرور تايم كبير هيوصل ان الفولت يتساوى مع مين؟ مع البطاريه. يبقى احنا كده ده عارفين بقى ان احنا هنا عندنا في سي ماكسيمم هي قيمه الباتري. طيب كيو ماكسيمم هتبقى المفروض انها بتساوي ايه بقى؟ لو انا بقول ان انا عندي كيو ماكسيمم، كيو ماكسيمم هتساوي ايه؟ اقدر اقول اهوت ان كيو ماكسيمم هتبقى بتساوي سي في الفي ماكسيمم. طب الفي ماكسيمم هي البطاريه، يبقى اذا كيو ماكسيمم هتساوي سي في الاي. احنا هنا قيمه الالكتروموتيف فورس او قوه الدفع الكهربائيه بتاعه البطاريه مسمينها ايه؟ تمام كده؟ طيب هتقولي حلو، يبقى انا عارف البدايه وعارف اللي هيحصل في النهايه. طب احنا عايزين ندرس ايه دلوقتي بقى مع بعض؟ احنا عايزين ندرس الكيرف كله، يعني عايزين نعرف هيحصل ايه من اول البدايه لغايه النهايه. فعشان كده احنا بنيجي عند اي لحظه بقى في النص. يعني ايه اي لحظه في النص؟ يعني ما يكونش الكاباستور لسه اتشحن للنهايه. ساعتها الفولت بتاع البطاريه ده هيبقى بيبقى ايه؟ طبعا شايفين كده ان الكاباستور ده متوصل ان سيريس مع الار، متوصل توصيل على التوالي. يبقى نقدر نعمل ايه بقى؟ نقدر نكتب العباره دي. شايفين العلاقه دي؟ العلاقه دي بتقول ايه؟ بتقول ان الفولت بتاع البطاريه متوزع على جزئين، جزء يروح على الكاباستور اسمه في سي، وجزء يروح على الريزيستور اسمه في ار. تمام كده؟ طيب حلو، يبقى دي كده معادله بتقول لك ان الفولت بتاع البطاريه هيتجزأ جزء هنا وجزء هنا. تمام؟ في البداية خالص في لحظة تي بزيرو الفي سي بكام؟ بزيرو.
طب يبقى بالتالي لما في لحظه البدايه الفي في سي بزيرو، يبقى الفولت على الريزيستنس بيساوي كام؟ بيساوي البطاريه كلها. يعني معناها كده نقدر نقول ان في الاول خالص بتبقى البطاريه مش شايفه غير مين؟ غير ريزيستنس. في الاول خالص عند لحظه تي بزيرو البطاريه شايفه ريزيستور، تمام كده، ومش شايفه الكباستور. طيب بعد شويه هيحصل ايه للفولت اللي على الكباستور؟ يزيد. طب والفولت اللي على الريزيستور؟ يقل. طيب يفضل يحصل الكلام ده لغايه بعد ما يتشحن الكباستور على الاخر، يقوم يحصل ايه؟ يبقى ساعتها البطاريه الفولت بتاعها هيروح كله على الكباستور. مش احنا قلنا ان اقصى فولت في سي هو الباتري اي؟ حلو قوي. ساعتها يبقى الفولت على الريزيستور بكام؟ بزيرو. يبقى ساعتها مفيش اي فولت على الريزيستور، وطالما مفيش فولت على الريزيستور يبقى مفيش تيار هيعدي في الدايره. يبقى احنا هنا زي ما اتفقنا ان احنا في اثناء الشحن بيبقى في مرور للتيار، بس بعد ما ينتهي الشحن ويبقى الكباستور اتشحن على الاخر ساعتها مفيش تيار، وده اللي احنا شايفينه دلوقتي. يبقى عند لحظه تي بزيرو البطاريه شايفه الريزيستور وبيعدي اكبر تيار ممكن، ومع مرور الوقت الفولت على الريزيستور بيقل، فالتيار اللي بيعدي بيقل في الدايره، والفولت اللي على الكباستور بيزيد لغايه ما نوصل في نهايه الشحن ان الفولت يبقى كله بتاع البطاريه ومفيش حاجه تروح من فولت البطاريه على الريزيستور، وساعتها يبقى الريزيستور ده مفيش تيار بيعدي فيه كانه شورت سيركت، ويبقى ساعتها كده الكباستور بتاعي ده اوبن سيركت. عشان كده احنا بنقول ان مفيش تيار ده بسبب ايه؟ ان انا عندي هنا الدايره مقطوعه، مفتوحه فين؟ في الكباستور. الكباستور في الدي سي بيبقى اوبن ايه؟ اوبن سيركت. طيب هتقول لي طيب انت بقى عايز انهي لحظه؟ قلت لك هاخد لحظه في النص كده ما بين التي بزيرو والتي بقيمه كبيره قوي والكباستور الشحن. طيب في اللحظه اللي هي ما بينهم ديت بيبقى الفولت متوزع جزء على الكباستور وجزء على الار. طيب انا عايز اجيب علاقه الايه بقى؟ عايز اعرف الشحنه هتتغير ازاي مع الزمن؟ ما انا عارف انها بتزيد، طب العلاقه دي تتجاب ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزين ايه؟ نجيبه دلوقتي. فعشان كده انا هقلب المعادله دي لمعادله في كيو كعلاقه في الشحنه اللي موجوده على الكباستور. هل في علاقه بين الفولت بتاع الكباستور وشحنته؟ ايوه، عرفنا دلوقتي ان سي كي بتساوي كيو على في، يبقى اقدر اشيل الفي سي واحطها انها تبقى كيو على ايه؟ كيو على سي. يبقى اذا كيو دي الشحنه اللي على الكباستور واللي بتتغير وبتزيد. طيب سي دي اللي هي الكاباستنس بتاعت الكباستور واللي هي بتتقاس بالمايكرو فراد، النانو فراد، البيكو فراد، ودي رقم ثابت، يعني السي ثابت، انما كيو متغير. طيب الفولت اللي على الريزيستور حسب القانون بتاع اوم، احنا عرفنا قبل كده ان اقدر اشيل الفي ار واحطها اي في ار. حلو قوي، شلناها وحطيناها اي في ار. الار ثابت قيمه الريزيستنس بالاوم، ودي قيمه ثابته، انما التيار متغير، واللي احنا عارفينه انه هيفضل يقل يقل يقل، ولحظه البدايه في لحظه تي بزيرو بيبقى اكبر تيار، وبعد كده بيقل زي ما احنا متوقعين، لان هنا الفولت اللي على الريزيستور بيقل. حلو قوي، بيساوي ايه؟ جينا بعد كده طب هل في علاقه بين التيار والكيو؟ ايوه، شلت الاي وحطيتها انها ايه؟ دي كيو على ايه؟ على دي تي. يبقى كده بقى عندي ادي علاقه فيها كيو وفيها دي كيو. انا اقدر اعمل ايه دلوقتي؟ اشوف دلوقتي العلاقه دي، فولت البطاريه ثابت، الريزيستنس ثابت، السي ثابت، يبقى هنا الفاريبل عندي هما كيو ايه؟ كيو ودلتا تي. هعمل ايه؟ هجيب دي كيو على دي تي في طرف، واكون الايه؟ المعادله دي. المعادله دي بيسموها ديفرنشال ايكويشن، واقدر انا احل المعادله ديت عن طريق ان انا اجيب كيو في طرف والتي في طرف، بنعمل حاجه اسمها فصل المتغيرات، بعمل variable separation. دي معادله اسمها differential equation، معادله تفاضليه فيها ايه؟ فيها مشتقه اللي هي derivative اللي هي دي كيو على دي تي، وبالتالي انا هروح جايب الترم ده الناحيه الثانيه، الكيو على ار سي هجيبها الناحيه الثانيه. طبعا هنا شغل بقى، شغل خطوات رياضه بسيطه، هضرب المعادله بتاعتي دلوقتي هنا كلها مثلا في السي، تمام، واجي دلوقتي هنا اظبط المعادله، تطلع لي المعادله بالشكل ده. اروح جايب بقى ايه؟ اجيب الدي تي فوق اضربها في الواحد فتبقى دي تي فوق، وسي اي ناقص كيو انزلها تحت الدي كيو، يبقى المعادله هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى شكلها عامل كده. يبقى الدي كيو اهي نزل تحتها سي في اي ناقص كيو، وهنا دي تي بقت بالشكل ايه؟ بالشكل ده، تمام كده. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اعمل انتجريشن للطرفين، اكامل الطرفين. لما انا اكامل الطرفين دلوقتي عندنا هنا، طبعا انا عندي هنا فوق في دي كيو، تمام كده، فانا ممكن اعمل حركه، اروح جاي مثلا هنا وقايل ان انا هضرب المعادله دي في سالب، لو ضربت هنا في سالب بالشكل ده كده
فبالتالي هنا لو انا ضربت في سالب عندنا هنا، يبقى بالتالي هنا ممكن ان انا اعمل ايه بقى؟ اروح جاي برضو هنا ضرب الناحيه الثانيه فين؟ في سالب. فلو عملت كده يبقى بالتالي هنا بقى دلوقتي ده دي كيو اهي، دي كيو، وتحت هنا المقام ده او الدومينيتور ده السي ثابت والاي ثابت، يبقى اذا اقدر اقول ان الدومينيتور او البسط تفاضل المقام، يبقى التكامل ده يديني ايه؟ يديني لين المقام، يبقى ادي اللين اهي، والسالب دي ممكن اكتبها الناحيه دي، ممكن اكتبها الناحيه دي، يبقى تكامل لما يكون البسط تفاضل المقام يديني لين المقام، تمام؟ وادي السالب موجوده هنا. طب انا دلوقتي هكامل، ممكن اعملها تكامل بحدود وممكن اقول زائد ثابت، لا انا هعملها هنا بحدود، يبقى التايم من لحظه تي بزيرو لاي تايم تي، والكيو من كيو بزيرو لاي ايه؟ لاي كيو عند اي لحظه تي. طبعا هنا هتعمل ايه؟ هتعوض بحدود الايه؟ بحدود التكامل. فطبعا السالب انا جبتها هنا اهو، وطبعا لما اجي اعوض بحدود التكامل بحط الاول ايه؟ اعوض باللي فوق الاول، واحط سالب من عندي واعوض باللي تحت، فتبقى لين سي اي ناقص كيو ناقص لين سي اي. طبعا عارفين لين ناقص لين تتحول للين على، وبقى هنا ده الشكل بتاعي بتاع لين ناقص لين. بعد ما اعمل لين ناقص لين وتطلع لين على كده، انا ممكن اطير اللين دي. وازاي اطيرها؟ انتوا عارفين اللين هي اللوج للبيز اي، فاذا انا ممكن اشيل اللين واقول انها بتساوي الترم اللي جوه بقى هنا ده كله يساوي اي باور اللي موجود الناحيه الثانيه، وبالتالي ده اللي حصل عندنا هنا، ان سي في اي ناقص كيو تساوي هنا على سي اي تساوي اي باور نيجاتيف تي على ايه؟ على ار سي. كل الكلام ده هدفنا منه ايه يا شباب؟ هدفنا اننا نجيب علاقه الكيو اللي هي الشحنه اللي على الكاباستور، واللي احنا عرفنا انها بتزيد في لحظه البدايه بتبقى بزيرو وعماله تزيد لغايه ما هتوصل لكيو ماكسيمم في الاخر لما يكون الكاباستور اتشحن لنهايه، انما في اثناء الشحن ده كيو دي عماله تتزايد. طبعا انا المعادله بتاعتي شكلها برده كده مش عاجبني، انا هظبطها، هطلع السي اي اضربها فوق، واجيب دلوقتي هنا السي اي الناحيه الثانيه واضرب في سالب عشان اظبط المعادله بتاعتي. تقدر انت تراجع الكلام ده وتاكد ان المعادله في الاخر هتبقى شكلها بالشكل التالي، كيو هتساوي سي في اي في 1 ناقص اي اس ناقص تي على ايه؟ على ار سي، تمام كده؟ طيب الار في السي، الار دي وحدتها ايه؟ وحدتها اوم. السي وحدتها ايه؟ وحدتها فراد. انا لو ضربت الار في السي انت تقدر تستنتج ان انا ممكن اشوف الوحده تطلع ايه، فتطلع الوحده بتاعتها انها زمن. طبعا هنا برضو حاجه تانية نعرفها، ان لما يكون عندي في اكسبوننت عندي الاس بتاع الداله الاسيه لازم يبقى الاس ده ملوش وحده، فاذا هنا في سكند يبقى اللي تحت برضو سكند، يبقى الار في السي ديت وحدتها زمن. عشان كده الار ثابت والسي ثابت، بيشيلوا الار في السي ويحطوه بثابت يسموه ايه؟ يسموه تاو. تاو ده بقى ده حاجه مهمه قوي، دي يسموها ايه بقى؟ يسموها التايم كونستانت. طبعا يمكن شفتوا الكلام ده في التجربه بتاعه الار سي سيركت، وعرفنا ان حاصل ضرب الار في السي هنسميه تايم كونستانت اللي هو التاو ده. يبقى كده ممكن نكتب المعادله بتاعتنا ان كيو بتساوي سي في اي في 1 ناقص اي اس ناقص تي على ايه؟ على تاو. يبقى اتفقنا ان احنا ده كان هدفنا، هدفنا ان احنا نجيب كيو ونعرف دلوقتي هنا ان كيو بتتغير. طب تعالى كده نشيك على المعادله، لما احط تي بزيرو اي باور زيرو بكام؟ اي باور زيرو بواحد، واحد ناقص واحد بزيرو، زيرو في سي اي تبقى زيرو، يبقى كيو بزيرو. يبقى صح احنا عرفنا ان لما تبقى تي بزيرو الكيو هتبقى بكام؟ هتبقى بزيرو. طيب يا ترى دلوقتي تعالى نشوف بقى لما هنا يتشحن على الاخر، حط تي برقم كبير قوي، طب هتقول لي احطه بكام؟ اقول مثلا انفينيتي، اي باور نيجاتيف انفينيتي، اي باور نيجاتيف انفينيتي معروف اهو ان الاي باور نيجاتيف انفينيتي معروف انها بتساوي كام؟ بتساوي صفر. يبقى اي باور نيجاتيف انفينيتي بتساوي كام؟ بتساوي صفر. وبالتالي هنا لما الاي باور نيجاتيف انفينيتي بتساوي الزيرو، واحد ناقص زيرو بواحد، يبقى كده كيو ساعتها هتبقى كيو ماكسيمم بتساوي سي في الاي. زي ما اتفقنا ان اقصى فولت على الكباستور هو فولت البطاريه، لما الكباستور متشحن على الاخر هيبقى الفولت بتاعه هو البطاريه، وساعتها يبقى كيو ماكسيمم بتساوي سي في اي زي ما احنا توقعنا من البدايه. وده يحصل لما تي تبقى بكام؟ بما لا نهايه، يبقى اي باور نيجاتيف ما لا نهايه بزيرو، ويبقى كيو ماكسيمم بتساوي ايه؟ سي في اي. طيب هل الفولت على الكباستور بيتغير؟ طبعا العلاقه دي علاقه كيو. طب ما انا لو قسمت كيو على سي تديني علاقه الفولت، يبقى كده انا برضو ممكن اقول ان الفولت اللي على الكباستور بيتغير اهو، والعلاقه دي علاقه دلوقتي هنا علاقه تزايديه، كل ما التايم يعدي الترم اللي بيطرح
بيقل، وبالتالي هنا واحد ناقص حاجة بتنقص تديني رقم متزايد، يعني الفولت بيزيد. يبقى كده الفولت هيزيد، الكيو هتزيد، انما التيار بيحصل له ايه؟ تعالوا نتأكد. الاي بتساوي دي كيو على دي تي، هفاضل العلاقة دي. لما انا افاضل العلاقة ديت، طبعا تفاضل دلوقتي هنا فاضل علاقة الايه؟ الكيو. لما فاضل بقى الكيو اللي عندي هنا، طبعا هنا تفاضل الواحد طبعا ده ثابت هينزل زي ما هو، تفاضل الواحد بكام؟ بزيرو. لما يكون تفاضل الواحد بزيرو يفضل الترم اللي هو الداله الاسيه الاكسبوننشال. الاكسبوننشال ده اما يتفاضل يديني ايه؟ كلنا عارفين ان هو لما يتفاضل الداله الاسيه بتنزل زي ما هي، اهي نزلت زي ما هي. في تفاضل الاس، تفاضل الباور ينزل نيجاتيف 1 على ار سي، نيجاتيف وفي نيجاتيف بره اهي، نيجاتيف في نيجاتيف تبقى ايه؟ تبقى بوزيتيف، ويفضل 1 على ار سي. هنا في سي في اي على ار سي، يبقى اذا السي تروح مع السي يطلع اي على ار. اي على ار ده اللي هو التيار لما نحط التي بكام؟ بزيرو، زي ما اتفقنا ان انا هنا لما اجي احط التي بزيرو في البدايه خالص كان البطاريه شايفه مين؟ شايفه الريزيستور، وبالتالي بيعدي اكبر تيار. طب ساعتها لما البطاريه يبقى الفولت بتاعها كله يروح على الريزيستور، يبقى الاي تساوي ايه؟ تساوي اي على ار. يبقى كده هنا نقدر نقول ان انا عرفت بقى تغير الكيو مع الزمن، عرفت تغير الفولت اللي على الكاباستور مع الزمن، عرفت تغير التيار مع الزمن. ويبقى ادي رسمه عندنا فيها ايه دلوقتي؟ فيها دلوقتي هنا التغير اهو، زي ما شايفين كيو بيحصل لها ايه؟ كيو بتزيد. تمام كده؟ طيب شفنا هنا الاي بيحصل له ايه؟ بيقل. طب لما احط تي بزيرو يديني ايه؟ اي نود، اي نود اللي هو الانيشال كارنت اللي في الاول خالص، لما يكون البطاريه شايفه الريزيستور ومش شايفه الكاباستور. طيب عظيم قوي. عرفنا هنا بقى ان في زمن مهم قوي اسمه ايه؟ اسمه التايم كونستنت. ده يا ترى ده له ديفينيشن؟ ايوه له تعريف، وبنتسال فيه لما تيجي لنا التجربه بتاعه الايه؟ بتاعه الار سي سيركت. طيب ايه التعريف بقى دلوقتي هنا بتاع التي ديت؟ لو انا جيت وبصينا كده للمعادله بتاعتنا، لو انا دلوقتي هنا بقول لك المعادله بتاعه مثلا الايه؟ الكيو مع التي، ارجع تاني للمعادله هتلاقي ان انت لما تحط التي تاو، يبقى انت عارف بقى ان هي كانت اي اس ناقص تي على تاو، حط التي بتاو يبقى تاو على تاو بواحد، يبقى اي باور نيجاتيف 1، يبقى واحد ناقص اي باور نيجاتيف 1. اي باور نيجاتيف 1 اللي هي كام؟ اللي هي 37%. يبقى واحد ناقص 37% تدينا كام؟ تدينا 63%. يبقى كده معناها ان لما احط التي بتاو يبقى ساعتها الشحنه زادت وصلت ل 63% من الماكسيمم فاليو اللي هي سي في اي. يبقى كده من هنا نقدر نكتب تعريف ونقول ان تعريف التايم كونستانت هو التايم اللي تاخده الشحنه اللي على الكاباستور لغايه ما توصل ل 63% من الماكسيمم فاليو بتاعتها اللي هي سي في اي. يبقى ده اثناء الايه؟ الشحن بتاعنا. تمام؟ او زي ما انت شايف تقدر تقول ان ده الزمن اللي بياخده التيار لغايه ايه؟ تيار الشحن لغايه ما ينزل ل 37% من قيمته اللي هي الابتدائيه اللي هي الاي نود. وطبعا هنا زي ما شايفين ان الكيرف بتاع الفي هو نفسه الكيرف بتاع مين؟ بتاع الكيو، برده علاقه تزايديه. كل حكايه ان احنا قسمنا على السي، فلما اقسم على السي يبقى هنا ساعتها سي في اي، لما اقسم على سي تبقى اي. يبقى كده ده اقصى فولت للكاباستور، اقصى فولت انه يوصل للفولت بتاع الايه؟ الباتري اللي عندنا. يبقى دي رسمه فيها الشكل بتاع الايه؟ تغير كيو واي وفي. يبقى الدايره اللي هي دايره الار سي دي دايره مهمه، زي ما احنا شايفين شفنا لما بنشحن الكاباستور فالشحن بيتم ازاي، وعرفنا دلوقتي اهوت ان انا لما بقفل السويتش بتزيد دلوقتي عندنا هنا الايه؟ الكيو اللي هي التشارج، بيزيد الفولت اللي على طرفين الكاباستور، في حين التيار اللي في الدايره بيقل لغايه ما يوصل لزيرو. طبعا ده نظريا اهوت ان انا لما احط تي بايه؟ بما لا نهايه. تمام؟ طيب يبقى كده احنا خلصنا الشحن. تعالوا نشوف بقى دلوقتي لو انا بعمل ايه بقى؟ بعمل ديستشارج. طب هعمل ديستشارج ازاي؟ نبص على الدايره بتاعتنا، فاكرين الدايره اللي كان فيها السويتش؟ طب احنا كنا حاطين السويتش على مين؟ على الايه؟ كنا موصلين الباتري مع مين؟ مع الكاباستور. دلوقتي انا عشان اعمل ديستشارج هروح منزل بقى السويتش. احنا سيبنا السويتش على ايه لغايه ما وصلنا للستيدي ستيت والكاباستور اتشحن على الاخر، وبالتالي بقى كل الفولت بتاع الباتري فين؟ على الكاباستور. لو انا بقى نزلت السويتش وقفلت على بي، طيب ايه اللي حصل؟ هل البطاريه دلوقتي واصله في الدايره؟ لا، انا خرجت البطاريه دلوقتي من الدايره، يبقى الباتري دي خرجت من الدايره. تمام كده؟ ويبقى ساعتها انا قفلت الكاباستور على مين؟ على الريزيستور. تمام كده؟ يحصل ايه بقى؟
مش كان في دلوقتي طاقه اتخزنت جوه الكباستور؟ ايوه في طاقه كانت اتخزنت جوه الكباستور. الكباستور دلوقتي في عليه شحنه ولا ما فيش عليه؟ عليه شحنه. يوم يحصل ايه بقى؟ يحصل ديستشارج. ليه التشارج اللي هي كانت هنا اللي هي اتراكمت على البليتس بتاعت الكوندكتور ما كانتش بترجع تاني للبليتس بتاعتها بسبب وجود الباتري. طب السالب هنا ما كانش قادر يمشي ويرجع للسالب تاني، الالكترونات مش قادره ترجع للناحيه التانيه بسبب وجود الباتري. انا خرجت دلوقتي الباتري من الدايره بتاعتي، يبقى كده هنا السالب هيعدي، الالكترونات ترجع بقى، شايفه مسار مقفول اهوت. إيه الطاقه اللي متخزنه جوه الكباستور؟ هتبتدي انها تقل في تحريك الشحنات، يعني الكباستور هو اللي هيشتغل كباتري. وساعتها دلوقتي هنا هنلاقي ان احنا عندنا الطاقه اللي متخزنه جوه الكباستور هيحصل لها ايه دلوقتي؟ هتبتدي انها تقل. الطاقه اللي متخزنه جوه الكباستور هتقل، وهنبتدي ان احنا نلاقي ان الفولت اللي على الكباستور هيقل، يبقى الفولت على الكباستور هيقل، الطاقه اللي متخزنه فيه هتقل، ويبقى دلوقتي احنا عايزين نشوف ايه اللي هيحصل للكيو برضو، يبقى كيو هتقل لغايه ما احنا طبعا احنا في لحظه تي بزيرو بقى. يبقى هنا بصوا هنا في اللحظه دي، لحظه تي بزيرو هنا في الحاله دي لحظه تي بزيرو كيو كانت ايه؟ كيو كانت ماكسيمم، كانت اعلى حاجه، كانت بتساوي سي في مين بقى؟ في قيمه الباتري بتاعتنا اللي هي سي في الاي. طيب هيحصل لها ايه؟ هتنقص، يبقى كيو هنا هتقل. الفولت اللي على الكباستور هيحصل له ايه؟ هيقل. يبقى العلاقه هنا علاقه تناقصيه. هنعمل الاثبات بنفس الطريقه، انت مش مطالب بحفظ اي اثبات، انت كل حكايه ان يهمك القانون النهائي عشان هو ده اللي هتعوض فيه في المسائل. يبقى هنا دلوقتي عندنا الفولت بتاعنا فولت على الريزيستور، فولت على الكباستور، ويبقوا الاثنين دلوقتي هنا متوصلين مع بعض وبيساوي زيرو. يبقى كده دلوقتي عندي هنا العلاقه بتاعت التيار علاقه تناقصيه، يبقى هنا التيار هيقل، الشحنه هتقل. فزي ما احنا شايفين كده ان القانون بتاعنا، هنطلع دلوقتي الفولت بتاعنا هو بتاع السبلاي او الفولت اللي على الكباستور مع الفولت مع الريزيستور بيساوي زيرو. طبعا هنا هو بيقول لك ان احنا عندنا في اختلاف في البولارتي، طبعا التيار بتاعنا هيمشي ازاي؟ التيار بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف، يبقى انا عندي كده في هنا كده ايه؟ في هنا طرف ده بوزيتيف، الطرف ده هنا كده ايه؟ نيجاتيف، يبقى بالتالي هنا الفولت بتاعنا اللي على الدايره ديت، يعني مثلا هنا لو انت حاولت تطبق قانون زي ما انت عارف من الثانوي ان انت عندك دلوقتي فيه فولتين ودي لوب مقفوله، يبقى الفولت اللي على الكباستور زائد الفولت اللي على الريزيستور بيساوي زيرو، بس الفولت اللي على هنا عندنا او الشحنه بتتناقص، يبقى الفولت اللي على الايه الكباستور بيبقى هنا حاطينه بالسالب. فالفي ار ناقص الفي سي بيساوي زيرو، الفي ار شلناها وحطيناها اي في ار، الفي سي حطيناها كيو على سي، التيار بيقل، فاذا هنا حطيناها ناقص دي كيو باي دي تي، فبقت العلاقه بالشكل ده. ممكن تلاقيها في بعض المراجع الثانيه يعملها لك في ار زائد في سي ويحطها هنا بكام؟ بالبلس، فلو حطها برضه هتدينا نفس الايه؟ نفس العلاقه، يبقى في ار زائد الفي سي بتساوي زيرو، بس ساعتها بقى هنا هيروح حاطط الفي سي بالبوستيف ويحط الفي ايه؟ الفي ار بالبوستيف، ويبقى بالتالي الاثنين بوستيف هيدوني نفس الايه؟ نفس النتيجه، فبالتالي مفيش ايه؟ فيها مشكله. ان انا هنا برضه نفس الكلام، هجيب دلوقتي ترم منهم على الناحيه الثانيه بالسالب، واعمل حاجه اسمها فصل المتغيرات، يعني اجيب الكيو تحت الدي كيو، ويبقى دي كيو على كيو بتساوي سالب دي تي على ار سي، واعمل انتجريشن للطرفين. تكامل دي كيو على كيو يديني ايه؟ لين كيو، تكامل دي تي يديني تي، لان الار والسي دي ثوابت، وطبعا لو ما عملتش حدود للتكامل يبقى لازم احط ايه؟ ثابت. طبعا انا هنا ممكن اعوض بقى بحاجه اسمها انيشال كونديشن عشان اجيب العلاقه، انك انت تيجي تشوف لحظه البدايه. لحظه البدايه هنا ابتدي ان انا اعوض بقى واشوف دلوقتي عند لحظه تي بزيرو كانت الكيو بكام؟ بسي في اي، يبقى احط تي بتساوي زيرو، الترم ده يتشال. حط كيو بي سي في اي يبقى لين سي في اي، يبقى اذا الكونستانت عندي اللي هو هيبقى لين سي في اي، يبقى الكونستانت عباره عن لين سي في اي اللي هي كيو ماكسيمم اللي احنا عندنا ديت، وبالتالي هنا احنا هنا مسمينها كيو ماكسيمم كيو كابيتال، وانا عارف كيو كابيتال ان هي بتساوي ايه؟ سي في اي. طبعا هنا يطلع لك دلوقتي العلاقه بتاعتنا، وزي ما انت شايف طلعت ان العلاقه علاقه اهي تناقصيه. يبقى اذا في النهايه جبنا قانون الكيو، كيو دي الشحنه اللي على الكباستور، واللي بتقل بتساوي ايه؟ كيو اللي هي عندك اللي هي كيو كابيتال، اللي هي بتساوي ايه بقى؟ الكيو كابيتال ديت زي ما قلنا كيو كابيتال دي اقصى شحنه كان مشحون بيها الكباستور، واللي هي كانت بتساوي سي في الاي،
وبالتالي هنا لما انا اجي ابص على العلاقه الاقي ان كل ما تي تزيد كل ما العلاقه دي تقل، يعني تقل، يبقى بالتالي علاقه تناقصيه. عايز تجيب التيار، فاضل العلاقه دي، تعال نفاضل العلاقه ديت، فيطلع عندك هنا العلاقه بتاعتك ان الاي بتساوي كيو على ار سي، اللي هي سي في اي على ار سي، يطلع هنا القانون بتاع مين؟ بتاع التيار. طبعا هنا لو عايز تجيب الفولت برضو تقدر تجيبه عن طريق انك تقسم كيو على سي، فالفولت برضو بيقل. يبقى هنا واحد يقول لي طيب يعني هنا برضو التيار بيقل والشحنه بتقل، وكمان عندنا هنا الفولت اللي على الكباستور بيقل. يبقى كده عرفنا ان احنا عندنا بنعمل شحن وبنعمل تفريغ للتيار. يبقى احنا بنعمل شحن وتفريغ للتيار، وبالتالي هنا يبقى انا كده عرفت القانون بتاعي بتاع الشحن والتفريغ. ايه المطلوب مني؟ ان اكون عارف قانون التشارج الشحنه، اكون عارف قانون الاي في حاله ان انا بعمل تشارجنج او بعمل ديستشارج. عرفنا ان احنا عندنا حاجه اسمها تايم كونستانت، والتايم كونستانت ده بيساوي حاصل ضرب الار في الايه؟ ار في السي. تمام يا شباب؟ طيب واحد يقول لي طب وهي دلوقتي الار سي ديت سيركت دي ليها تطبيقات؟ طبعا ليها تطبيقات كتير هتتعاملوا معاها بعد كده. ابسط تطبيق ممكن يكون موجود مثلا عندنا، هنلاقي ان الار سي سيركت دي موجوده في ايه بقى؟ موجوده في الدايره بتاعه المساحات بتاعه الايه؟ الزجاج الامامي بتاع العربيات. تقول لي ازاي الكلام ده؟ اقول لك دلوقتي هنا اللي بيحصل دلوقتي ان انت لما بتيجي تغير السرعه بتاعه ايه؟ السرعه بتاعه حركه المساحات دي عن طريق التغيير ده، انت كده بتغير الفولت اللي على الكباستور. يبقى انا لما انا اغير واحرك الايه السرعه كده، يقول لك ان انت ممكن تغير السرعه بتاعه حركه المساحات دي، فانا ممكن اغيرها عن طريق ان انا ازود الفولت. لو زودت الفولت اللي على الكباستور انا بزود الطاقه اللي موجوده فين؟ اللي موجوده جوه الكباستور. لما ازود الطاقه اللي هي موجوده ديت، واقدر اغير كمان قيمه الكباستنس دي، او اغير قيمه الايه الريزيستور عن طريق الدايره ديت، انا كده بقدر اغير التايم اللي بيحصل فيه ايه بقى؟ ما انت دلوقتي هنا انت عملت ايه؟ بتحرك او بتشغل المساحات دي، انت بتدي انرجي وبتشحن الكباستور. الكباستور لما يتشحن يحرك الدراع بتاع المساحه. طيب دلوقتي بعدها يحصل ايه لما يتشحن على الاخر؟ الدايره بتفصل، فيبتدي السويتش ده ينزل يقفل الدايره على الايه؟ على الريزيستور. يبقى كده ساعتها الدايره دي تفرغ، فلما تفرغ الطاقه تخلي الدراع بتاع المساحه ينزل، فيبتدي ان هو يتحرك ويرجع تاني ايه؟ لمكانه. طيب بعد كده الدايره تعمل ايه؟ تروح جايه هنا شحنه تاني الكباستور، فبالتالي لما تشحن الكباستور يبقى ساعتها الدايره تروح جايه محركه الدراع بتاع المساحه لاعلى، بعد كده يحصل لها ايه؟ السويتش ينزل يفرغ الايه؟ الدايره. يعني اذا الدايره عماله تشحن وتفرغ، تشحن وتفرغ، كل ما تشحن وتفرغ بتحرك في الايه؟ في الدراع بتاع المساحه، وانت عن طريق تغيير السرعه انت بتغير كده التايم كونستانت اللي هو الزمن اللي بتاخده الدراع بتاع المساحه ده في ان هو يتحرك. يبقى اذا في تطبيقات عمليه على الدايره اللي فيها ريزيستور وفيها كباستور. تمام؟ طيب احنا هنا عندنا في كام اكزامبل كده ممكن احنا نعدي عليهم بسرعه ونشوف دلوقتي ان هي بتبقى عباره عن مسائل بسيطه كده نقدر ان احنا ايه نعوض ونطلع الحاجات الايه المطلوبه. عندك هنا مساله بيقول لك اهو فيها عندي كاباستور ومديني قيمه الكاباستنس، بيقول لي انها 5 مايكرو فراد. عندي هنا فيها باتري، الباتري 12 فولت. عندي فيه هنا ريزيستور مديني قيمته 8 في 10 اس 5 اوم، وبيقول لي عايز التايم كونستانت. حاجه سهله وبسيطه، هضرب الار في السي فبالتالي هطلع التايم كونستانت اللي هو عندنا. تمام؟ طيب عايز يعرف الماكسيمم تشارج اللي على الكباستور، اقصى شحنه ممكن يتشحن بيها الكباستور لما انا اقفل السويتش واقفل دايره الشحن اللي موجوده عندي. طبعا اقصى شحنه زي ما قلنا كيو ماكسيمم بتساوي سي في ايه؟ سي في ايه؟ الاي اللي هي الباتري 12 فولت، وعندي ادي هنا الكباستنس 5 مايكرو فراد، فضربت في 10 اس ناقص ايه 6 وطلعت دلوقتي الايه؟ الشحنه اللي عندنا. طيب عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف كمان الماكسيمم كرنت اللي كان فين؟ اللي بيعدي في الدايره. الماكسيمم كرنت ده عند لحظه تي بزيرو، لما قلنا ساعتها الكباستور بيبقى مش ملوش تاثير ويبقى الفولت عليه بزيرو كانه شورت سيركت. يعني انا دلوقتي في لحظه تي بزيرو الكباستور ده كانه دايره مقفوله، ساعتها الباتري شايفه الار بس، ويبقى كده التيار ده اعلى تيار وبيساوي اي على ار. يبقى اذا اي ماكسيمم بيساوي اي على ار، ونقدر نطلع منها اقصى تيار. يبقى دي كانت مساله سريعه كده قدرنا نجيب فيها الفاليو بتاعتنا. طبعا هنا لو حابب ان هو يرسم لي قال لك ارسم سكتش لكيو، كيو اهي بتزيد عماله تزيد تزيد، واقصى شحنه يقدر يوصل لها اللي هي 60 مايكرو
كولوم زي ما احنا شايفين، والتايم كونستانت عندي اللي هو ضرب دلوقتي هنا الايه القيمه بتاعت الار في السي، فعرف قيمتها بكام. التيار بيحصل له ايه؟ بيقل من الانيشال فاليو، الانيشال فاليو اللي هي كانت ايه على ار واللي طلعت 15 ايه مايكرو امبير، ويبقى هنا ده الاكسبريشن. ده طلب مني ان اكتب له كيو كعلاقه في الزمن واي كعلاقه في الزمن، وابتدي ارسم له سكتش كده للايه الشكل بتاعه. تمام؟ طيب يبقى هنا كان بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمساله دي. طيب جاي هنا اكزامبل تاني بيقول لك ايه؟ لو حتى هنكمل على نفس الفكره اللي هي بتاعت المساله اللي عندي، بيقول لك عندي هنا كباستور، والكباستور المره دي بقى ماله؟ هيعمل ديستشارج من خلال مقاومه ار، يبقى دي دايره ديستشارج. عايز يعرف، طبعا عرفنا ديستشارج يعني الفولت اللي على الكباستور هيقل، هيقل من الفي ماكسيمم لغايه ما يوصل لكام؟ لزيرو لما يعدي تايم انفينيتي. الفولت هيقل وكيو هتقل، مش كده؟ فدلوقتي هنا بيقول لك عايزين نعرف يا ترى افتر هاو ميني تايم كونستانت، يعني بعد زمن يساوي كام تايم كونستانت؟ يا ترى الشحنه اللي على الكباستور هتبقى 1/4، 1/4 يعني معناها ربع الانيشال فاليو. يبقى انت عندك القانون بتاعك، انت عارف ان كيو بتساوي ايه؟ بتساوي كيو انيشال او اللي هي كيو ماكسيمم، ده احنا قلنا تفريغ، يبقى اذا كيو انيشال اللي هي لحظه البدايه اللي هي كيو ماكسيمم. تمام كده؟ فيبقى هنا كيو انيشال في اي باور نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف تي على ار سي، او نقدر نقول نيجاتيف تي على ايه؟ على التاو. يبقى دلوقتي هنا دي العلاقه بتاعه الديستشارج، عايز يعرف هيعدي تايم قد ايه بالنسبه للتاو كام تايم كونستانت عشان تبقى كيو ديت ربع كيو انيشال. عشان كده حطينا اهو في الحل بتاعنا ان كيو بتساوي كيو انيشال على 4، فطبعا هنا كيو انيشال اللي هي كيو ماكسيمم تطير مع كيو انيشال، يفضل 1 على 4 بتساوي اي اس ناقص تي على ار سي او اي اس ناقص تي على تاو. وبالتالي لو انت عايز تجيب التي من الاس ده هتقوم جاي واخد لين الطرفين، لو خدنا لين الطرفين طبعا هنا تي دي هتبقى طبعا لين ربع بتساوي هي نفسها لين 4 بس مضروبه في السالب، وبالتالي السالب يروح مع السالب عشان التايم لازم يطلع بالبوزيتيف، فطبعا يطلع لين 4 مضروب في الار سي، ار سي ده اللي هو التاو، يبقى بالتالي طلع 1.39% من الار سي، يعني 1.39% من التاو. يبقى كده ده الزمن اللي تاخده الشحنه اللي على الكاباستور عشان يحصل لها ديستشارج وتنزل لغايه كام بقى؟ لغايه ربع الانيشال فاليو بتاعتها. تمام كده؟ يبقى دي كانت فكره برضو مساله بتعتمد على القانون بتاعنا اللي هو بتاع تغير الشحنه مع مين؟ مع التايم. طيب عظيم. نيجي بعد كده المطلوب الثاني في المساله، بيقول لي ايه بقى؟ حصل ديستشارج، عايز يعرف الانرجي ستورد على الكاباستور هيحصل لها ايه؟ طبعا هتقل، ما الانرجي ستورد بتساوي ايه يا شباب؟ الانرجي ستورد بتساوي كيو سكوير على 2 سي. هل السي هتتغير؟ لا السي مش هتتغير، كيو هي اللي هتتغير. طالما ان انا بعمل ديستشارج يبقى كيو هتحصل لها ايه؟ هتقل، يبقى الانرجي كمان هتقل. عايز يعرف هيعدي كام تايم كونستانت عشان الانرجي بقى ستورد هي اللي تبقى ربع الانيشال فاليو. طيب هنجيب قانون الانرجي ازاي؟ واحد يقول لي انا ما عنديش قانون الانرجي، اقول له لا، انت عندك قانون التشارج كيو تقدر تعوض بيه وتجيب علاقه الانرجي مع التايم. شلنا كيو وحطيناها كيو انيشال في اي اس ناقص تي على تاو، طب انا عندي كيو سكوير، طبعا لما اربع الاكسبوننت يبقى بالتالي هضربه في 2، فضربت اهوت فبقت بالشكل ده. يبقى كده زي ما انت شايف ان يو هتساوي كعلاقه بقى، الطاقه دي مسمينها يو عشان هي طاقه وضع متخزنه جوه الكباستور، هتساوي يو انيشال في اي باور كام بقى؟ الاي هنا باور نيجاتيف 2 تي على كام بقى؟ على تاو. يبقى كده انا هنا عندي علاقه الانرجي وبشوف ازاي انها بتتغير، بتقل بتنقص. تمام كده؟ برضو هعمل ايه؟ عايز اجيب بقى التايم اللي تاخده يو عشان تبقى ربع الانيشال فاليو اللي هي كانت اقصى طاقه متخزنه جوه الكباستور، فطبعا برضو نفس الكلام، شلنا الطاقه الانيشال دي وحطيناها على 4 فطارت مع الانيشال الثانيه ديت، فضل 1 على 4 بيساوي اي اس ناقص 2 تي على ار سي اللي هي ار سي دي اللي هي التاو. خدنا لين الطرفين جبنا التي، طلع التي بالقيمه اللي انتم شايفينها ديت. يبقى هنا دي كانت مساله برضو على قانون، واحد يقول لي القانون ده احنا ما اثبتناهوش، اقول لك اديك بقيت عارفه دلوقتي اللي هو تغير الطاقه المخزنه جوه الايه؟ جوه الكباستور الموجود عندي. فدي كانت مساله برضو من المسائل الظريفه على الايه؟ الشابتر بتاعنا وعلى الار سي سيركت. تمام؟ طيب
نشوف مسألة أخيرة، دي آخر مسألة موجودة معانا بنتكلم فيها على إيه بقى. المسألة دي جايب لي هنا زي ما انتم شايفين كده جراف، الجراف ده أنا هعتمد عليه وأطلع منه بعض الحاجات. بيقول لي إيه الجراف ده؟ وممكن نعتبر إن الجراف ده هو الجراف اللي بيطلع لنا من تجربة، زي ما قلت لكم هتعملوا تجربة عملي، والتجربة دي بنحسب فيها الألفا، فيها الريزيستنس، وبيبقى عندي قيم للريزيستنس مع مين؟ مع التي او درجه الحراره. هنا الكيرف بقى بتاعي ده او الجراف ده ما بين الريزستيفيتي، الريزستيفيتي اللي هي ايه الرمز بتاعها؟ زي ما انتم عارفين اللي هي الرمز بتاعها رو، وادي هنا درجه الحراره، درجه الحراره بالسلسيوس، والرو هنا اللي هي وحدتها اوم في ايه؟ اوم في متر، تمام؟ فهو بيقول لك عندي واير، الواير ده زي ما انتم شايفين كان له طول، الطول بتاعه هو 58.4 سنتي، ده كان بيعدي فيه كارنت، وقدرنا ان احنا نجيب جراف كده للريزستيفتي بتاعته، فالريزستيفتي بتتغير مع تي بالشكل ده. طيب طالب مني ايه بقى؟ طالب مني ان انا اجيب اللينس بتاع اللينس اوف الواير ده نفس الديامتر. عايزين نعرف بقى دلوقتي هنا اللي هو دلوقتي عندي ده لما يحصل ايه بقى؟ لما يحصل ان درجه الحراره تزيد لغايه 400 سلسيوس. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ درجه الحراره في البدايه كانت كام؟ كانت دلوقتي هنا بزيرو، درجه الحراره بزيرو، فكان عندي هنا في سلك، السلك ده كان ماله؟ كان له طول معين، طوله بكام؟ طوله اهو 58.4 سنتي، وبالتالي كان هنا لو انا عارف الرو اعرف ان في ريزيستنس للايه؟ الكوندكتور ده. هو بقى عايز يعرف يا ترى نجيب سلك تاني طوله قد ايه عشان يبقى السلك ده له نفس الديامتر، نفس الديامتر يعني نفس مساحه المقطع، ويبقى ده عند درجه حراره ثانيه، درجه حراره ثانيه اللي هي كام؟ 400 سلسيوس. يبقى كده احنا بنقول دلوقتي هنا ان احنا عندنا في تغير في الريزستيفيتي، فبالتالي هنا احنا عايزين نجيب دلوقتي هنا ايه بقى؟ عايزين نجيب التغير في طول السلك اللي يديني ايه بقى؟ ما انت عندك هنا نفس الحاجه، اللي يديني هنا نفس الريزستنس، اللي يديني نفس الريزيستنس. تاني مطلوب عايز يعرف التمبريتشر كوفيشنت اللي هو الالفا بتاع الايه؟ بتاع الدايره ديت. طيب نحلها ازاي؟ نمسك اول حاجه. اول حاجه احنا عندنا ادي جراف اهوت، والجراف اهوت فيه تغير الايه؟ الريزيستيفيتي مع ايه؟ مع تي. طيب يبقى انا هنا بقارن ما بين نقطتين، نقطه عند تي بزيرو عندها بقى الريزيستيفيتي بكام؟ الريزيستيفيتي ب 2 في 10 اس ناقص 8. طب وعند 400؟ لو طلعت دلوقتي كده عند 400 ابتدي بقى اشوف الفاليو بتاعت ريزستيفتي كام، وبالتالي هنا هعمل ايه الفاليو بتاعتها. يبقى كده احنا هنا بيقول لك ان الار مالها؟ الار ما اتغيرتش. طيب الار ما اتغيرتش ازاي؟ انا اعرف قانون الار بيساوي ايه؟ بيساوي رو في ال على مين؟ على ايه؟ يبقى كده الار بتاعتي ار نود عند لحظه تي بزيرو، او عند مش لحظه تي بزيرو، عند درجه حراره بزيرو، بتساوي رو نود في ال نود على ايه؟ الار عند 400، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الريزستيفيتي زادت، تمام؟ فايه اللي نتوقعه؟ ان ال هنجيبها بقيمه اقل عشان تديني نفس الايه؟ نفس الار. يبقى هو انا عندي دلوقتي خلي بالك هما مش نفس السلك، هما سلكين. السلكين دولت من نفس الماتيريال، يعني نفس الرو، بس واحد كنا حافظينه عند درجه الزيرو، واحد عند درجه ال 400. وبنقول دلوقتي عندنا السلكين دولت جينا نقيس الايه؟ الديامتر بتاعهم واحد، الديامتر واحد يعني نفس الكروس سكشن اريا، بس هنا لقينا ان الريزيستنس واحده. طب ما هو دلوقتي انا عارف ان واحد اللي عند درجه 400 الرو بتاعته عاليه عن اللي عند ايه؟ الزيرو، يبقى لازم ال بتاعته تبقى اقل عشان تديني نفس الايه؟ نفس الفاليو، وبالتالي انا هساوي الاثنين ار مع بعض، وبالتالي يبقى رو نود في ال نود تساوي رو 400 في ال 400. هنعوض دلوقتي هنا ونطلع الفاليو، شفتوا طلعت كام؟ طلعت 19 وسنتي وشويه كسور، يبقى اذا 19 الثانيه كانت 58 ايه؟ كانت 58 سنتي، تمام كده؟ يبقى كده عرفنا ايه؟ الطول بتاع السلك الثاني اللي من نفس الماتيريال اللي يديني نفس الريزيستنس بس عند درجه حراره ايه؟ عند درجه حراره اعلى. طيب المطلوب الثاني عايز يعرف ايه بقى؟ عايز يعرف الالفا. طب ما ادي القانون اللي موجود عندي اهوت، فالقانون ده احنا عرفنا ان تي نود ديت دي ريفرنس تمبريتشر، احنا هنا واخدينها بزيرو، فانا هحط تي بزيرو، يبقى اذا الرو نود هي عباره عن الريزستيفتي عند زيرو، فادي الفاليو بتاعتها اهي. طيب هختار نقطه ثانيه، هختار عند ال 400، فعند ال 400 لو رجعنا للجراف هنلاقي ان الرو بتساوي 6 في 10 اس ناقص 8، هعوض عن الرو عند 400 والرو عند زيرو والتي ب 400 والتي نود بزيرو، اعوض، يبقى ايه المجهول الوحيد؟ الالفا، واطلع الالفا، وزي ما شايفين الالفا وحدتها سيلزياس باور نيجاتيف 1.
يبقى كده يا شباب احنا كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا، اتمنى ان تكون الامور واضحة بالنسبة لنا، واتمنى ان تكون الالكتريستي كانت بسيطة بالنسبة لنا. احنا هنا عندنا في مسائل وفي توتوريالز وفي شيت هيبقى على المسائل على الجزئية دي، بحيث ان احنا هنشوف بقى احنا فهمنا المفاهيم، يعني فهمنا الجزئيات ديت ونقدر نطبق عليها ولا لا. ومستني برضو الايه الفيدباك بتاعكم والاسئلة بتاعتكم. افكركم تاني احنا عندنا محاضرات بنرد فيها على الاسئلة بتاعتكم، المحاضرات دي محاضرات يومية من الحد لغاية الخميس، وطبعا هنا نفسنا تكونوا موجودين ونبقى، وطبعا كل ما بتسألونا اكتر بنعرف ان انتوا كده بتذاكروا وبتوصل لكم المحاضرات وبتوصل لكم المعلومات، وده الهدف من الايه من المقرر بتاعنا، انك توصل بمقدار معين من المعرفة وتطبيق المعرفة اللي انت اخدتها ديت في الايه في المسائل وفي الشغل بتاعنا، عشان نبقى كده استفدنا الاستفادة القصوى من الكورس بتاعنا. وفي النهاية بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.